طيب الموضوع بتاعنا زي ما قلت لك ان شاء الله هيكون موضوع في غايه الاهميه، فاتعشى ما تاخدوش كل باشمهندس وكل باشمهندسه معانا ما تاخدوش من ناحيه ان هو محاضره هاخدها وامتحن فيها، على العكس اطلاقا. يا ريت تاخدها من المحمل انها حاجه ليك انت كمهندس لحياتك العمليه، وهتكتشف بنفسك وانت معانا ان شاء الله في محاضره ان الموضوع فعلا مهم جدا وليه علاقه وطيده بالعمل. الحقيقه لان انا من طبيعي ما بحبش ادرس حاجه اكاديميه بحته كده، احنا في هندسه مش في كليه رياضه بحته، بحب ادرس دايما الحاجه اللي ليها امباكت او ليها سيجنيفيكانس مع الحياه العمليه. يعني الموضوع بتاعنا بيتكلم عن صناعه الخرسانة، الخرسانة اللي حضرتك درست عنها شويه الترم الاولاني من بقى من تصميم خلطه مع دكتور ابراهيم او دكتور محمد رجب وخرسانه متسلطه معايا. الخرسانه دي بتتصنع ازاي؟ على ما توصل لك كده الموقع جاهزه تتصنع ازاي؟ والحقيقه هي الخرسانه حاجه بروبلماتيك شويه لانها بتتكون من مواد عده مواد زي ما خدته طبعا الترم الاولاني من سن او يعني كسر حجاره ورمل وميه واسمنت واضافه وساعات بيبقى فيه اضافات اخرى. والاضافه طبعا المواد الكتيره دي ازاي هتعملها كنترول وازاي هتحددها وازاي تضمن انها جودتها كويسه، بالاضافه الى المشكله الاكبر ان القائمين على العمل في مصر للاسف يعني عاده ما بيبقوش كواليفايد انف انه يطلعوا لك خرسانه بالجوده المطلوبه. فهنحاول نتعلم في المحاضرات مع بعض ان شاء الله هو ازاي اوصل زي ما بنقول كده بالخرسانه لبر الامان، يعني اوصل بخرسانه فعلا تفي بالمواصفات والاشتراطات اللي احنا عايزينها. وهنمشي في الكلام ده ان ديتيلز بقى مع بعض. يبقى قبل ما نخش في الديتيلز محتاج بس اقول لك ان الريفرنسز بتاعتنا اللي بتتعامل مع الكواليتي كنترول في كونكريت ثرو اوت كونكريت مانفاكتشرنج، يعني ضبط جوده الخرسانه اثناء صناعتها، ازاي توصل اثناء صناعه الخرسانه لافضل نتيجه ممكنه. من المصادر اللي ممكن تلجا لها او اللي لازم تبص عليها هو الشابترز 8 و 9 في الكود المصري للمنشآت لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية اصدار 2018، واعتقد يعني امشور انه نزل فيرجن اللي هو احدث فيرجن في الكود المصري اللي هو 2021. شابتر 8 و 9 ارجوك لازم تطلع عليهم، لازم تقراهم، اتس نوت ان اوبشن يعني، تمام. الشابتر 9 بيتكلم عن شابتر 8 بيتكلم عن ازاي تعمل كواليتي كنترول على الخرسانة من موادها واختباراتها وكده، وتشابتر 9 بيتكلم عن ازاي تنفذ المنشأ الخرساني او ايه الاصول اللي لازم تراعيها وانت بتنفذ اي منشأ خرساني. واعتقد مفيش مهندس هيحتاج او هيعوز يتخرج من كلية الهندسة قسم هندسة مدنية وهو ما يعرفش الحاجتين دول، ازاي يعمل كواليتي كنترول على الخرسانة وازاي ينفذ منشأ تنفيذا سليما طبقا للكود المصري. بالاضافة للتشابترز دول المهمين جدا في اللغة العربية او باللغة العربية، يعني طبعا احنا في حاجات ان انجلش بنلجأ لها ستاندرد انترناشونال، يعني هو الـ ACI 304R ده جايد فور ميجرينج ميكسينج ترانسبورتنج اند بليسينج كونكريت، يعني ده جايد حاطاه الـ ACI الامريكان كونكريت انستيتيوت لازاي تخلط وازاي تقيس وازاي تنقل وازاي تحط الخرسانه، كل ده ريفرنس مهم جدا. الريفرنس بعد كده هو الـ ASTM C94 ده الستاندرد سبيسيفيكيشن فور ريدي ميكس كونكريت، ده عباره عن مواصفات لازم اتبعها ولازم نراعيها واحنا بنعمل ريدي ميكس كونكريت او الخرسانه الجاهزه، ونتعرف على اللفظ ده بالتفصيل بعد كده في المحاضره. وفي ريفرنس اخير استعنا بيه برضو لو حضرتك عايز تطلع يعني وتستفيد من المعلومات، ده تشابتر او يعني تكست بوك اسمه ديزاين اند كنترول اوف كونكريت ميكسرز، كتاب حلو قوي احنا استعنا ببعض الداتا منه، لو حضرتك عايز تستزيد او عندك وقت يعني ممكن تقرا منه اي حاجه. وطبعا احنا تحت امرك لو في حاجات مش فاهمها في التكست بوك ده ممكن نساعدك فيها يعني، لكن طبعا انت مش مطالب ابليجاتور ان انت تقرا التكست بوك، لكن شابتر 8 ده اتس يعني زي ما قلت لك ده اجباري ان انت تقراه عشان ايفن حتى لو معلومه وقعت مننا احنا بنشرح لازم تكون مغطيها بنفسك في الشابترز دي. طيب نرجع بقى للكورس بتاعنا، زي ما قلنا الكورس بتاعنا هدفه ايه؟ هدفه The target of the course is to study how to take care of all concrete manufacturing stages. ازاي راعي او ازاي اخد بالي من كل مراحل خلط الخرسانه، من خلط ونقل وصب ودمج ومعالجه وازاله شدات، كل ده اوصل في النهايه التارجت بتاع الكورس بتاعنا ازاي نتعلم الوصول الى ما يسمى بالجود كونكريت. جود كونكريت ازاي اوصل للجود كونكريت؟
ويعني ايه يعني ايه اصلا كلمه جود كونكريت؟ الخرسانه الجيده او الخرسانه الكويسه اول حاجه معناها انها ساتسفايز ذا بروجكت سبيسيفيكيشن اند ريكويرمنتس، يعني لازم تحقق مواصفات وشروطات المشروع، مثلا المقاومه الضغط والسلامب. يعني مثلا احنا بنيجي كاستشاريين نقول الخرسانه بتاعت المشروع ده لازم تكون مقاومه الضغط مثلا 250 كيلوغرام سنتيمتر سكوير، ولازم يكون السلامب بتاعي من 8 ل 10. ما ينفعش خالص تقول ان الخرسانه احققت خرسانه جيده لو ما وصلتش ان الخرسانه بتاعتك تحقق مقاومه الضغط 250 على الاقل، وتحقق السلامب اللي عايزه في المشروع وليكن مثلا من 8 ل 10 مثلا، يعني من 8 ل 10. طب هل لو الخرسانه مقاومتها قلت عن 250 ده معناه ان المنشا هيقع؟ يعني مثلا انا مصمم الخرسانه او سور المنشا على اساس الخرسانه 250، هل معنى كده ان الخرسانه مثلا لو بقت 240 او 230 او 220 المنشا مش هيقع؟ لا مش هيقع، لانه طبعا في فاكتور اوف سيفتي في الديزاين بتاخد في اعتبارنا ان ممكن يحصل فاريشن في الـ في الـ في البروبت بتاعت الماتيريال من 250 او اقل شويه، لكن اللي هيحصل ان العمر الافتراضي بتاع المنشا بيقل، لان خرسانه مقاومتها اقل من المفروضه يبقى هيبقى فيها عيوب اكتر من اللي احنا بانين عليها المنشا، وبالتالي ممكن المنشا ده بدل ما يعيش مثلا according to codes من 50 to 100 years، لا هتلاقي نفسك بعد 10 20 سنه المنشا ابتدى يحصل في مشاكل سواء صدى سواء سواء سواء، وبالتالي الحفاظ على الكومبريسور ستريس ده بيحافظ لك على العمر المنشا الافتراضي طبقا للكود. الاسلام انت خدت طبعا الاسلام ده في الفريش كونكريت مع دكتور ابراهيم، وهو انه بيقول لك قوام الخرسانه. فمثلا قلت لك انا كاستشاري من 8 ل 10 يبقى حضرتك ما ينفعش تعملها اقل من 8، لانه اقل من 8 هتعمل لي مشاكل اعتقد بعضكم عارفها، يعني اللي هي التعشيش. ولو اكتر من كده هتعمل لي مشاكل في الموقع اللي هي الانفصال حبايبي بقى والمطح والكلام اللي خدته قبل كده. يبقى اذا جود كونكريت يا باشمهندسين اول حاجه تعرفها انها عشان اقول ان الخرسانه جيده لازم تحقق اشتراطات ومواصفات المشروع. تاني حاجة مش بس تحقق الاشتراطات، تاني حاجة مهمة جدا جدا انها تكون خواصها منتظمة في uniform properties او consistent properties. يعني ايه uniform properties او consistent properties؟ وعشان اقول لك ايه الفرق بينها وبين انها تكون متحقق مواصفات مشروع، نبص مثلا على الجدول اللي انا جايبه كمثال ده. دول موقعين يا باشمهندسين سايت 1 وسايت 2 في خرسانة التارجت compressive strength بتاعي 300، وده التارجت كومبريسور ساي برضه بتاعي 300 كيلوغرام سنتيمتر سكوير، ودي الخرسانات المنتجه في هذا المشروع، ودي الخرسانات المنتجه في هذا المشروع. المشروع ده اقل مقاومه فيه 305، تحقق 300 ولا ما تحققش؟ تحقق 300، ما احنا قلنا 300 مينيمم، زادت اتس اوكي يعني ويلكم يعني. طب المشروع ده او الموقع ده الخرسانه تحقق 300، نبص كده اقل حاجه 310 تحقق 300 فيما فوق، لكن من وجهه نظرك الموقع ده انت تفضله سايت 1 ولا الموقع ده لو سايت 2 من حيث الكونسيستنسي بتاعت الخرسانه او اليونيفورم بروبرتيز بتاعت الخرسانه؟ انت ايه رايك؟ انا عامل يو كان ان ميوت بحيث حد يتكلم، يعني ايه راي حضراتكم سايت 1 ولا سايت 2؟ سايت 1 يا دكتور. طيب نسمع الباشمهندسة قالت في الأول سايت 1؟ أيوة. ليه يا باشمهندسة قلت سايت 1؟ عشان كل الأرقام قريبة من بعضها 310 و20 30 305، لكن السايت 2 في ال 300 بعد كده 500. طب إيه المشكلة اللي أنت خايفاها من سايت 2؟ إن هو الأرقام بتاعته مش قريبة من بعضها، مفيش يونيفورم في ال الكمبريسيف. وبالتالي ممكن يحصل ايه يا باشمهندسه او باشمهندسين؟ ممكن يحصل الموقع اللي حضرتك فرحان بيه ده ان هو 300 و500 يجي في موقع يجي في مره يديلك 200 يديلك 150. ما هو واضح ان هو الناس دي شغاله راندوم، ما عندهاش كواليتي كنترول بلان، ما عندهاش كواليتي كنترول تيست بتتعمل او كواليتي كنترول سيكونس بيضمن ان الخرسانه المنتجه ليها خواص محدده وتقريبا ثابته. فاذا ما تفرحش ان الخرسانه جابت 600 جابت 500 جابت 200 سوري جابت 300 جابت 600، ما تفرحش انها اعلى من 300 وخلاص، لا مش هتفرح خلاص. هو طبعا لازم تكون اعلى من 300، لكن لازم في نفس الوقت تكون خلاص دي مالها يا باشمهندسين كونسيستنت او يونيفورم او تقريبا ثابته. يبقى هدفنا في الكورس ان شاء الله نتعلم، والموضوع اتس ريلي كومبليكيتد، يعني انك توصل
ازاي في كل الهازر بتاع الخلط والصب والنقل والدمج والكلام ده كله، ان انت توصل في الاخر الى خرسانه تحقق المواصفات وخرسانه خواصها منتظم. هنتعلم الكلام ده واحده واحده مع بعض كده ان شاء الله. بس قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت الستبس اللي بتوصلك الكلام ده، هو الخرسانه بتتصنع ازاي؟ يعني هناخد نبذه كده سريعه. الخرسانه اللي انت شايفها دي على ما تجيلك الموقع في صوره الخرسانه المخلوطه دي بتتصنع ازاي؟ مقدمه سريعه عن الموضوع بس قبل ما نخش في الديتيلز بتاع ازاي اعمل كواليتي كنترول. المحطه اللي بعمل بيها الخرسانه او بصنع بيها الخرسانه او بقلب او وات ايفر يعني اسمها باتش بلانت. عايزين نتعرف بقى على الاسامي دي عشان الكورس بقى بالانجلش، وهنحاول اربط لك ما بين الانجليش وما بين الحياه بتاعتها في مصر شويه، يعني نتعود على المصطلحات بتاعتها. طبعا انت هتتعامل مع العمال والحياه في مصر معظمها بالعربي، بس طبعا احنا مجبرين نعمل الكورس بالانجليش، فتعود مع بعض شويه على المصطلحات دي وتبقى فاهم مقصود بيها ايه في الحياه العمليه عندنا. يعني يبقى باتش بلانت مقصود بيها محطه الخلط، محطه الخلط او الستيشن اللي بخلط فيها الخرسانه بحيث احصل على الخرسانه اللي حضرتك بتشوفها في الموقع. محطه الخلط دي ممكن اقسمها من وجهتين نظر، ممكن اقسمها من حيث النوع، ممكن اقسمها من حيث المكان. بخلط ازاي وبخلط فين؟ من حيث بخلط ازاي دي برضه هنقسمها الى حاجتين، يا اما بخلط مانوال وده خلط يدوي يعني، او بخلط ميكانيكال او بيتسمى اوتوماتيك. طبعا هنتعرف على كل واحده بالتفصيل دلوقتي. من حيث بقى بخلط منين؟ حاجه من اتنين، يا اما بخلط في الموقع بنسميها اون سايت، يا اما بخلط سنترال دي اوت سايت او بنسميها سنترال باتش بلانت. ايه سنترال دي؟ سنترال يعني مكان بعيد عن الموقع اللي انا شغال فيه، بتكون فيه محطه اسمها محطه مركزيه، عشان كده سميناها سنترال او سنترال باتش بلانت. المحطه المركزيه دي مش بتخدمني انا بس، بتخدم المحطه بتاعتي، سوري، بتخدم الموقع بتاعي والموقع بتاع ناس ثانيه والموقع بتاع ناس ثالثه اند سو اون. اسمها سنترال باتش بلانت، دي ما تكونش في الموقع بتاعي انا، بتكون بعيد عن الموقع بتاعي وهدفها او يعني بتؤدي الى خدمه كذا موقع في نفس الوقت. لكن المحطه اللي بتاعت الموقع دي بتبقى في الموقع بتاعي انا بس وبتخدم الموقع بتاعي انا بس، اسمها اون سايت. والاون سايت دي اللي جوه الموقع بتاعي ممكن ضمنيا تتقسم لحاجتين، تتقسم الى مانوال، يعني ممكن اخلط في الموقع بتاعي مانوال، وممكن اخلطها الميكانيكيه دي او الميكانيكال دي احطها عندي في الموقع وتبقى خلط في الموقع لكن ميكانيكال، او خلط في الموقع لكن مانوال. نمسك بقى ايه الفرق بين كلمه مانوال وكلمه الميكانيكال دي. نمسك اول حاجه المانوال، ده يمكن بعضكم شافه واتمنى يعني ما تشتغلوش في المشاريع اللي فيها المانوال دي، لان دي خلاص فيري اولد فاشند وما يتبعش الى الناس اللي هو مشاريعهم بسيطه خالص. يمكن شفنا المنظر ده او بعضكم شافه وهو ماشي في بعض المشاريع البسيطه، المنظر ده فيما يسمى الخلاطه النحله. اعتقد يعني اعتقد بعضكم شافها في عماره بسيطه، في فيلا بسيطه، في مشروع صغير كده، في حاجه خلاطه نحله، او معلش اسمها الانجليش بقى عشان نتعود على اللفظ ده، تيلتنج درام ميكسر. النحله او الحله اللي بتخلط، تيلتنج يعني بتميل، بتميل كده وبتميل كده، لان اللي شافها يعرف ان احنا بنعبي المواد لما تكون الحله دي مايله بميل معين وبعدين نميلها كده عشان ندلق الخرسانه بعد الخلط في اتجاه الصب، عشان كده اسمها تيلتنج درام ميكسر. الخلاطه النحله دي بتبقى سعتها حوالي 7 متر مكعب، يعني الخلطه اللي بتشيلها في القلب هنا بتبقى حوالي 7 متر مكعب، وبيكون الموقع عباره عن شويه تشونات للسن، شويه تشونات للرمل، شويه تشونات للاسمنت في وجود شكاير، شويه براميل من الميه. والعمال بيخلطوا الرمل والسن والاسمنت والميه وبقلب لمده معينه، والخرسانه اللي بتطلع لي دي في القلب الواحد اسمها باتش. عايزين برضه نتعرف على اللفظ ده، باتش او خلطه او قلبه، اللي هي الكلمه دي يعني اللي فوق دي، خلطه او قلبه اسمها باتش، بتبقى حجمها حوالي 7 متر مكعب. طب يا ترى عشان اوصل ل 7 متر مكعب اخلط قد ايه اسمنت، اخلط قد ايه سن، اخلط قد ايه رمل، اخلط قد ايه ميه؟ طبعا انتوا خدتوا في الميكس ديزاين انه انت بتصمم عشان توصل لحاجه اسمها وزن الاليمنت او وزن العنصر لكل متر كيوب من الخرسانه. مثلا يعني كامثله كمثال للميكس ديزاين ريزلت، ان وصلت ان السمنت 350 كيلو جرام متر كيوب، الساند 600 كيلو جرام متر كيوب، الكراش ستون او كسر الحجاره سواء سن واحد او سن اثنين او الميكشر ما بينهم او طبعا الجرافل
1200 كيلو جرام متر كيوب، والووتر 175 لتر او 175 كيلو جرام متر كيوب، لان طبعا اللتر الميه هو كيلو. طيب هو الناس اللي هنا دي بتخلط بالوزن، يعني عندها ميزان؟ لا للاسف ما عندهاش موازين. طب ازاي احول من الكلام ده اللي هو بالوزن الى حاجات يعرفوا يتعاملوا بيها الناس اللي في الموقع ده؟ انه قد ايه حجم رمله، قد ايه حجم سن، قد ايه اسمنت، قد ايه ميه، عشان احطهم في الخلاط او في النحله دي. اول حاجه اول ستيب عشان اقول لهم هتحطوا قد ايه، ان احنا نحول الكلام ده الحجم، لان هو زي ما قلت الحجم ما بيتعاملوش بالوزن، ما عندهمش ميزان في الموقع. ولو ان هنعرف بعد كده ان الحجم ده اسلوب مش دقيق، عشان كده بقول لك النظام ده من الخلط، النظام خلاص يعني ما بنيش نعتمد عليه في المشاريع الكويسه. المهم عشان ما نخرجش بره الموضوع، اول حاجه نحول الكلام ده الى حجم. طب الاسمنت حجمه بيعبر عنه بالشكاير، واحنا عارفين ان الشكاره بتاعت الاسمنت 50 كيلو، يبقى ال 350 اسمنت ده عباره عن 7 شكاير. الساند عشان احوله من ويت لفوليوم بقسم على الجامع يديني تقريبا 0.4 متر كيوب، والكراج ستون بقسم على الجامع يديني تقريبا 0.8 متر كيوب. وقلنا الميه سواء بالكيلو جرام او بالليتر هي لان الجامع بتاعتها بواحد، وبالتالي الحجم جهزته. بس طبعا الحجم ده عباره عن الحجم اللي بيدي لك ايه؟ 1 متر كيوب، لانك خالط الاوزان اللي بتدي لك متر كيوب. لكن الناس اللي هنا دي مش عايزه بير متر كيوب، عايزه بير سبع متر كيوب. يبقى انا اقسم الكلام ده على 7 عشان يديني الباتشايه الواحده. نتعرف بقى، باكد على كلمه باتش دي، باتش يعني الخلطه او القلبه الواحده. هقسم الكلام ده على 7 يديني ان السمنت هيبقى 1 باج، الرقم ده على 7 يديني الرقم ده، الرقم ده على 7 يديني ده، والرقم ده على 7 يديني ده. طب هو الناس اللي شغاله في الموقع دي هتقول لهم شكاره اسمنت هيفهموك، هتقول لهم 0.057 متر كيوب مش هيفهموا حاجه، هتقول لهم 0.114 متر كيوب مش هيفهموا حاجه، هتقول لهم 25 لتر هيبتدي يفهموا بس ممكن يخموا. طب نعمل ايه في الكلام ده؟ طبعا شكاره الاسمنت ما فيهاش اي خلاف، هي شكاره، وطبعا الشكاره دي لازم تبقى سليمه ولازم تبقى مش متقطعه وكده يعني. وهنعرف شويه كنترول طبعا قدام ازاي نحكم على الاسمنت اللي بيجي لنا الموقع. طب الساند 0.057 متر كيوب، شكرا، هنعمل ايه بقى بالرقم ده؟ العمال الناس البسيطه اللي واقفه دي تعمل ايه؟ والرقم المعقد ده يعمل فيه ايه؟ بص يا باشمهندسين، بنعمل في المواقع عشان نضبط شويه الموضوع ده، ولو انها حرب وهوضح لك دلوقتي ليه حرب موضوع النحل وخلاط النحل ده في المواقع، لكن عشان نحاول نضبط الموقع شويه او نضبط الكميات، بنعمل حاجه اسمها جيج بوكسز، جيج بوكسز او بوكسز للمعايره. يعني ايه بوكسز للمعايره؟ بنعمل كده، عايزين مثلا 0.057 سنت، بنعمل زي بوكس كده بوكس، بحيث الحجم بتاع البوكس ده يكون قد الرقم ده، وبالتالي العمال قبل ما يحطوا الرمله ابهزرت كده مش عارفين يحطوا قد ايه، بيحطوا الرمله الاول في الوعاء ده اللي هو مظبوط على 0.057 متر كيوب، وبعدين يروح حاطينه في الخلاط. طبعا دي حرب، دي مش سهله، ده كده بتعطلهم، واقول لك ايه مشكله العطله دلوقتي، لكن يو هاف تو دو، لان لو ما عملتش كده يبقى انت مالكش دور في الموقع اصلا، والعمال بيحطوا اي حاجه، يحطوا بالكوريك، يحطوا البراويتا، اي حاجه، ومش عارفين اصلا الكلام ده ماشي ازاي. طيب السن بحكمه ازاي؟ برضو بعمل له وعاء بيبقى يتناسب مع الحجم ده، وبخليهم يحطوها في الحله بعد ما يظبطوا كميه السن. عاده بيكون كميه السن او كميه الكورس اجريجيت في الخلطه ضعف كميه الرمل في الخلطه، وخاصه في الخلطات البلدي دي، فبنعمل وعاء واحد اللي هو للرمل، ولما بيجي يحطوا في الخلاط يحطوا الرمل يروح حاطين وعاء واحد، والسن يروح حاطين قلبتين او اتنين بوكسز يعني في الخلطه، وبعدين شكاره الاسمنت، وبعدين الميه اللي هي 25 لتر ويقلبوا. طب مشكله الميه بقى، ال 25 لتر دي اظبطها ازاي؟ هجيب بقى وعاء مدرج والكلام العلمي اللي العمال ما بيفهموش ده؟ لا، انت بتجيب اي حاجه باكج بلاستيك كده ولا حاجه، وتشوف ال 25 لتر دي فين، وتروح قاطع الباكنج البلاستيك ده او الجيركن البلاستيك ده عند حدود ال 25، بحيث الناس او بعينك انت تعرف ان هم ما يقدروش يزودوا، لان طبعا لو الجيركن او الباكت دي او الاكبر من 25 هتلاقيهم على طول بيزودوا. ليه؟ هقول لك دلوقتي ليه دايما ميالين العمال ان هم يزودوا الكميه. فانت هتروح جايب جيركن، تروح معلم فين ال 25 لتر او معايير، وبعدين تروح ايه قاطع
عند العلام ده عشان العامل اصلا ما يقدرش يزود عن الكميه دي، وتسمحلوش ان غير لما يحط يعني تسمح له ان يحط بس وان باكينج او عبوه واحده بس بلاستيكيه، ما يحطش اثنين او ثلاثه او كده عشان يعوض او عشان يسهل الخلط. يبقى كده اتعلمنا شويه انه ازاي نسيطر الى حد ما في هذا الموقع اللي نتائجه غالبا بتبقى سيئه، واقول لك ليه دلوقتي. لكن بنحاول، لو انت اتحطيت في موقع ان انت مهندس في احد الشركات وفي موقع من المواقع بتبقى مطالب ان انت او ظروفه جت كده ان هو خلطه نحله، ازاي تسيطر عليه بقدر الامكان. شكاره اسمنت لازم تكون سليمه، وشكاره واحده ما ينفعش تبقى شكاره وربع شكاره وتلت، لان طبعا ما عندكش ميزان عشان تعرف هو الربع ده بالظبط مظبوط ولا لا، او التلت ده مظبوط ولا لا. لو انت مضطر تعمل شكاره وكسر لازم الكسر ده توزنه. الساند بتعمل له جيج بوكس، وهو نفسه اللي بيصنع في غالبا في كارج السون عن طريق نقطه ضعف الكميه. والميه بتستخدم لها عبوه بلاستيك، وبتكون قاطع عند اخر حز فيه يساوي 25 لتر عشان العمال ما يقدروش يزودوا. وبتخلط الكلام ده لمده بتكون تقريبا دقيقه يعني اتليست دقيقه، ودي بتسمى باتش، ونتيجتها بتكون 7 متر كيوب. نيجي بقى للحرب، هم ليه عايزين الناس دي تزود الميه وعايزين يكروتوا الموضوع شويه؟ برضه ناحيه عمليه بقى ليك في السوق يعني. بص يا باشمهندس، المقاول المسؤول عن الخلاطه النحله ده بيتعامل مع الاونر انه يقول له، انا طبعا الاونر غالبا هو اللي بيجيب الخامات يعني، فبيقول له ايه، انا هاخد منك المقاوله دي مكونه من خلط ونقل وصب ودمك الخرسانه، الكلام ده هاخده منك مثلا ب 50 جنيه للمتر المكعب. ده اللي هو المعلم بتاع الطبليه، عايزك برضه تعرف لفظ الطبليه ده. الطبليه ده اللي هي الناس او الطقم الستاف اللي بيعمل الشغلانه دي، اسمه الطبليه. فالرئيس بتاعهم يروح رايح للمالك يقول له انا اتعاقد معاك، او السعر بتاعي عباره عن 50 كيلو جرام بير متر كيوب. طيب تخيل معايا كده، اسف 50 جنيه للمتر المكعب من الخرسانه. طيب خليك معايا كده، هو هيخلط دقيقه، وقول على ما يصب ويروح يدمج ويهز فيها، يعني لو هو سوبر مان نص دقيقه مثلا يعني. طيب يعني السبع متر مكعب بيقعد دقيقة ونص. تخيل بقى لو أنا بصب 100 متر مكعب سقف في كمية خرسانة 100 متر مكعب، 100 متر مكعب يعني 700 باتشز، 700 قلبة. والقلبة قلنا تقريبا بتقعد لو أنت عملاق من دقيقة لدقيقتين، ده لو أنت يعني ماشي أكوردنج تو كود. 700 باتش في دقيقتين على الاقل يديك 1400 دقيقه، تقسمهم على 60 بقى شوف بقى يطلعوا لك اكتر من 20 ساعه. طب وهل العمال دول هيشتغلوا يوم كامل متواصل عشان يصبوا ال 100 مكعب خرسانه؟ نيفر. فايه اللي بيحصل بقى؟ الحرب هنا بتيجي منين؟ ان هو لازم يقلل زمن الخلط، قال المينت عشان يلحق يعمل الكلام ده بسرعه، تيجي مثلا 10 ثواني وراح قالب البتاع وعاملها. لازم يزود الميه لانه عايز يسهل، بدل ما هيقلل زمن الخلط يبقى عايز يقلب الخرسانه بسهوله، يبقى عايز يزود الميه. وتزويد الميه بيساعده ان هو ينقل الخرسانه ويصبها بسهوله، الخرسانه بسهوله لان الخرسانه تجري قصاده، وبالتالي يدمجها بسهوله ويخش على الباتش اللي بعدها وهكذا. فاذا الصراع الدائم ما بين المقاول القائم على الخلاطه النحله وبين المهندس هو في السرعه، وما يتبع السرعه من اهدار لجوده الخرسانه. عشان كده احنا ما بفضلش خالص الحقيقه هذا النوع من الخلطات الا في اضيق الحدود والاعمال اللي هي ايه مؤقته جدا في المواقع، لان كلها مشاكل وبتؤدي في الاخر الى خرسانه سيئه جدا، وللاسف زي ما قلت لحضرتك بتبقى شد وجذب وزعيق ولا او ازاي، وفي الاخر الوحيد الخسران في الموضوع هو الخرسانه، ان انت بتحصل على جوده قليله جدا في الموقع بسبب هذا الاسلوب من المانوال ميكسنج او المانوال باتش بلانت. وده مش موجود في كتير في المواقع، ويعني المواقع بس البسيطه خالص. نيجي بقى على الاخ التاني اللي هو هيشغل معظم الكورس بتاعنا او جزء كبير من الكورس، اللي هو الاوتوماتيك باتش بلانت او السنترال، او يعني اللي بتسمعوها في يمكن بعضكم سمعها في السوق كده، اسمها الخرسانه الجاهزه. اكيد بعضكم سمع اللفظ الخرسانه الجاهزه. ايه بقى كده الخرسانه الجاهزه دي وحكايه الاوتوماتيك باتش بلانت؟ ده سكتش هستعين بيه قبل ما اوضح لك الصور اللي في اللي من الحاله العمليه، هستعين بيه عشان اوضح لك ايه المكونات بتاعه الخرسانه. معايا يا باشمهندسين ولا ايه؟
تمام يا دكتور. تمام طيب تمام تمام انا اتاكد بس ان السيستم شغال والصوت واصل يعني. هستعين بالسكتش ده عشان اوضح لك بس الكونسبت بتاع الخرسانه الجاهز، عشان هو ده اللي هتقابله ان شاء الله في حياتك بعد كده على طول، ولازم اعرفك ازاي تتعامل معاه وازاي تبقى فاهم كل اليمنت فيه. وبعد السكتش اللي بعد كده شويه صور، وطول ما احنا ماشيين هحاول انقلك كده للسايت عن طريق شويه صور توضح لك ايه الكومبوننتس على المحطه دي. اول حاجه نعرفها هو الركام بيتخزن بصورة ما وفي مكان ما في المحطة. هنتعرف على بعض الصور الحياتية واحنا ماشيين يعني، او من العملية. ده الركام اجريجيت ستورج، تخزين الركام او تشوين الركام بالعربي في المواقع. تاني حاجة تشوين او تخزين الاسمنت بيكون في حاجة اسمها سايلو او صومعة، انا بقول لك بالعربي عشان برضه لما تيجي تقرا الشابتر ال 8 9 في الكود النسخة دي بالعربي اسمها صومعة او سيمنت سايلو. الصوامع دي بتبقى أوعية أسطوانية من الصاج محكمة الغلق جدا، ما ينفعش طبعا الأسمنت تتعرض لرطوبة وإلا يبوظ منك، وبتكون مدهونة غالبا ببعض الدهانات الريفلكتيف عشان تعزل أو عشان تعكس بعض أشعة الشمس وما تسببش مشاكل الأسمنت بالداخل. ده حاجة اسمها أجريجيت بينز، عايزك تتعود على الألفاظ معلش عشان بعد كده سواء الشيتس او الاكزام او كله يبقى بالانجلش، لكن المهم تفهم عشان تعرف تعيش بالكلام ده بعد كده في الشغل يعني. الاجريجيت بينز دي او بنسميها اوعيه الركام، دي الاوعيه اللي اللودر بياخدها من التشوينه او من ستورج وبيطلع على رام بالشركه بتكون عاملاه يحطه في الاجريجيت بينز، تمهيدا الى ان الاجريجيت بينز دي ليها بوابات من تحت بتفتح تخش على ما يسمى ب ميزان الركام او اسمه اجريجيت واي باتشر، اجريجيت سكيل. الفاظ دي لو سمحت تتعود عليها، سكيل يعني الميزان، والباتشر اللي هو يعني اللي بينقل او اللي والواي يعني بيوزن، يعني واي باتشر اللي هو اللي بينقل او اللي بيحدد النسب عن طريق الوزن. نتعود على الالفاظ دي بس معلش. يبقى الركام بيتنقل من التشوينه عن طريق اللوادر اكروس بعض الرامبات الى الواي باتشر، تمهيدا الى وزنه عن طريق ايه الحاجه اسمها الاجريجيت سكيل. وزي ما وزنت الاجريجيت طبعا هنوزن ايه الاسمنت والميه والادميكتشرز، ودول بيكونوا موجودين في المنطقه دي. طبعا ده سكتش هوضح لك دلوقتي صور توضيحيه ليها واحنا ماشيين كمان شويه. وبعد ما اخلط سوري بعد ما اوزن الركام بيتنقل من هذه المنطقه عن طريق سير الى سير اخر بيسموه بيلت كونفير، يعني سير بالعربي. هذا السير بينقل الاسمنت بعد وزنه عن طريق هذا السير الى الوعاء اللي بيتم فيه خلط كل المكونات اسمه ميكسر او الخلاط او اللي بيخلط يعني المكونات اللي هي الاسمنت من الـ من الـ من الصوامع بتاعته والمايول ادميكشرز من اوعيه مش موجوده في سكتش لكن هنشوف لها دلوقتي صور من الطبيعه، والركام من الفيدر بتاعه او البلت كونفير. كل ده يتم خلطه في الميكسر، وبيتم التحكم طبعا في العمليه بتاعت الوزن الاسمنت سوري وزن الاجريجيت ووزن الاسمنت ووزن الميه واضافاته وكل الكلام ده اوتوماتيكلي عن طريق ما يسمى بالكنترول روم، بتكون ساموير يعني لايك ذات يعني حته هنا او تحت او في اي حته ممكن قريبه من الخلاط او الموقع العمل عشان تبقى عينيه برده على المنظومه كلها. واخيرا الكميه دي كلها اللي بتتخلط دي اسمها باتش، وان باتش، وبيتراوح حجم الوان باتش اللي جوه الخلاطه دي او الميكسر ده من 1 ل 2 سوري من 1 ل 3 متر كيوب. الباتش دي بعد كده بتتفضى بعد زمن خلطه معينه اتعرف عليه كمان شويه مش دلوقتي، تتفضى الى حاجه اسمها التراك ميكسر اللي هي دي، وما بتمشيش دلوقتي. ليه ما بتمشيش دلوقتي؟ لان التراك ميكسر اللي خدته لغايه دلوقتي هو 1 باتش. الوان باتش دي قلنا من 1 ل 3 وليكن مثلا 2 متر كيوب بير باتش. العربيات دي يا باشمهندسين ممكن تكون 6 متر كيوب الكباسيتي يعني بتاعتها، او 8 متر كيوب او 10 متر كيوب. نفرض انها مثلا 10 متر كيوب، يعني بتاخد كام لو على اساس ان الباتش 2 متر كيوب بتاخد 5 باتشز 5 باتشز. يبقى اذا العربيه دي بتفضل واقفه، الركام يجي والاسمنت يجي والميه تيجي والاضافه تيجي يتقلب تراك، ادي 1 باتش يفضل واقف، اسمنت ركام يجي واسمنت وهكذا تاني باتش اب تو 5 باتشز، ثم العربيه
خدت كده الكباسيتي بتاعتها تروح راحها للموقع الفلاني وتصب. واحد يقول لي طب ما هو باتش ورا باتش ورا باتش ورا باتش، ممكن شويه سلايتلي ديفرنس في الخواص ممكن، بس طبعا الموضوع اندر كواليتي كنترول شديده بسبب الكنترول روم دي، ان ايفري ثينج از اندر كنترول، مش بالانسان، ما فيش اي تدخل انساني في الموضوع، لكن كله زي ما بيقولوا بالباش باتون، مجرد ما ادوس على زرار الكواليتي الاوبريتور هنا في المحطه او في الكنترول روم، كل ده بيشتغل اوتوماتيك، كل ده بيشتغل اوتوماتيك. لكن برضه من الناحيه الاخرى الباتشز الموجوده دي، حتى لو في سلايد ديفرنس ما بين الخواص بتاعتهم، ما هم في الاخر العربيه دي وهي ماشيه زي ما تعرف كمان شويه، او حضراتكم بتشوفوها في الشارع وهي ماشيه، هتلاقي الدرام ده او الحله دي بتلف وجواها ريش، هنتعرف برضو عليها قدام شويه، بتقلب الخرسانه. يبقى ايفن حتى لو فيش بعض التغير الطفيف في خواص الخرسانه من باتش للتانيه، ولو ان ده مش ريكومندد، لكن بيتقلبوا مع بعض وبالتالي بوصل الخرسانه متجانسه في الاخر. دي صوره من الطبيعه لمحطه خرسانه جاهزه. ادي يا باشمهندس الاجريجيت بينز او اوعيه الركام، وادي الاجريجيت سكيل او الاجريجيت واي باتشر، وده اسلوب من وسائل نقل الركام من التشوين للاجريجيت بينز. دي محطه ادفانسد شويه، بتنقل عن طريق سير، لكن معظم المحطات اللي عندنا في مصر بتنقل عن طريق ان الميزان ده، سوري، البين دي بيكون قبليها رام، هنشوف برضو ليه صور، واللودر بياخد من التشويه يطلع على الرام يحط في الاجريجيت بين. يبقى دي الاجريجيت بين، وده الاجريجيت واي باتشر او الاجريجيت سكيل، وتحت في سير بياخد الاجريجيت ده ينقله للسير ده، والسير ده يطلع يحطه في الميكسر. وادي السمنت سايلوز او صوامع الاسمنت، طبعا ليه عده صوامع عشان انت عندك في الاسمنت في كذا نوع، زي ما خدت بعضك ابراهيم، في اسمنت عادي واسمنت سريع التصاعد واسمنت هوم كاربيتات مثلا، فكل نوع ليه لازم يتخزن في كومبارتمنت مختلف، لازم يكون متخزن في سايلو مختلف. ودي المواسير اللي بتوصل لك الاسمنت من السايلو الى الميكسر، وقبل ما يخش على الميكسر في هنا مجموعه موازين هنتعرف عليهم بالتفصيل، ميزان الاسمنت وبعدين نحط في الميكسر، ميزان للميه من خزانات الميه والاضافات اللي هم في الشكل ده، يتحطوا عن طريق او يتنقلوا عن طريق البامبنج او البريشر الى فوق، في ميزان يوزن الاضافه، او اول ما توصل للليمت بتاعها والكميه اللي احنا عايزين نروح نفضيها في الميكسر، ينقل الميه عن طريق البامبنج، واول ما يوصل لكميه الميه اللي عايزين نروح نقلها للميكسر، يبقى الميكسر كده دخلت له الاوزان المطلوبه بالظبط، بس مش بالمتر مكعب يا باشمهندس، في الباتش بقى. يعني مثلا يعني الباتش ده 2 متر مكعب، انا عايز 600 كيلو جرام مثلا رمله، يبقى هنقل مش 600، هنقل 1200. ليه؟ عشان الباتش هنا 2 متر مكعب، تمام؟ يبقى هنقل الكميات اللازمه للوان باتش، سواء من الركام او من الميه او الاضافات او او السمن، فور وان باتش يتقلبوا ينزلوا بعد زمن خلط معين الى العربيه، وزي ما قلت العربيه ما بتتحركش، ودي الكنترول روم اللي بتتحكم في كل ده، ممكن يكون الكمبيوتر هنا او هنا على حسب يعني الديزاين بتاع المحطه. ما بتتحركش العربيه دلوقتي، تاخد تاني باتش، تاخد تالت باتش، تاخد رابع باتش، على حسب الباتش حجمها قد ايه، وعلى حسب العربيه حجمها قد ايه، وبعدين تتحرك الى مكان اللي هنصب فيه الخرسانه بتاعتنا. يبقى صوره تانية برضو نفس الكلام بس موقع اخر او محطه اخرى، برضو ادي الاجريجيت بنز، وادي الواي باتشر، الاجريجيت واي باتشر، وادي السير او الكونفير او البيلت كونفير. انا عايز اعودك بس على المصطلحات دي، اللي بتنقل الركام الى الميكسر، وادي صوامع الاسمنت، وادي خزانات الميه، وادي كنترول رومز. طبعا واضح ان المحطه دي مور سامبل عن المحطه اللي فاتت يعني. فلو عايزين نلخص اللي بيحصل في الاوتوماتيك باتش بلانت، سيمنت از ستورد ان سيمنت سايلوز، فاين اند كورس اجريت ار ترانسبورتد تو ستورج بينز اللي هم دول، باي كونفير بيلتس افتر ووشنج، هنعرف حكايه الووشنج دي، ويا اما تتنقل عن طريق كونفير بيلتس زي ما شفنا في الصوره اللي فاتت، او قلنا عن طريق اللودرز في معظم المحطات اللي في مصر يعني، زي ما هوريك قدام شويه يعني. All materials quantities are controlled through automatically controlled balances. كل الكميات، كل مقادير المواد في محطات الخلط الاوتوماتيكيه بتتقدر بالاوزان مش بالاحجام زي المانوال بروسيس، وبالتالي القياس هنا بيكون ادق بكتير وكنترولد بكتير، وبالتالي الخرسانه الناتجه من هذا السيستم ادق بما لا يقاس من محطات الخلط اليدويه اللي هي الخلاطه النحل. فقلنا الكميات بتتاثر عن طريق الاوزان، وكل ده كنترولد باي كنترول روم. والميكسر از كونتينوسلي، الميكسر از كونتينوسلي فيلد انتل ريتشينج ذا ريكوايرد ويتس اور كوانتيتيز. ايه الكميات اللي عايز اوصل لها دي؟ الكميه مش بير متر كيوب يا باشمهندس، هي الكميه اللازمه ان انا اوصل لباتش، والباتش يتوقف على حجم الميكسر اللي في المحطه، في محطه الميكسر بتاعها متر،
في محطه الميكسر بتاعها 3، في محطه الميكسر بتاعها يشيل 2، فحجم الباتش متوقف على حجم الميكسر، وانا بنقل المواد اللي وزنها يملا لي الباتش مش بالمتر كيوب. After concrete is mixing, after concrete mixing, it's poured to the truck mixer in patches. زي ما قلنا العربية بتقف هنا، وبعدين نحط باتش 2 3 whatever number، وبعدين العربية تتحرك بعد ما عدد الباتش يوصل للعدد اللي احنا عايزينه. دي فكرة عامة عن الاوتوميشن او السيكونس بتاع محطات الخلط الاوتوماتيكية. ولو في حد حاجة مش مفهومة، او لو في حاجة مش واضحة، يا ريت تقولوا لي. في حاجة مش واضحة يا باشمهندسين؟ تمام تمام دكتور، بعد إذن حضرتك. اتفضل اتفضل. وهنا طيب، على ما كل باتش تتعمل، هل ما كل ده بتكون الخرسانة لسه ما وصلتش لزمن الشكل؟ لو أنت وقفت بنفسك في المحطة دي، هتلاحظ، هتعرف حاجتين. الكلام ده بيتم بمنتهى السرعة وبمنتهى الهارموني، يعني على ما الركام ده بيطلع هنا بيكون الركام التاني بيتجهز هنا، ويكون الاسمنت طالع كده. كل ده بيتم في نو تايم. دي حاجه. الحاجه التانيه، عندك حق شويه ان الوقت ممكن يمضي سنه ويأثر على زمن شكل الخرسانه. الحاجه التانيه اللي تعرفها انه في اضافات بتتحط على الخرسانه في المحطه من تايب اسمه تايب جي، ده بيبقى ليه ريتاردنج افكت، عشان الخمس دقائق مثلا اللي بياخدوها لغايه ما العربيه تتميلي وهي ماشيه، او ال 10 دقايق وات ايفر، يعني دول ما ياثروش شويه، او ما ياثروش على حد ما على الخرسانه لغايه ما تروح الموقع. يعني يبقى حاجتين: اولا الخرسانه دي او البروسيس دي بتتم ان فير هاي ريت، وبتتم ان هارموني جميل جدا لو طبعا هتنزلوا محطه الخط تبص عليها. تاني حاجه، لازم نعمل حساب الكلام ده، وبنحط اضافه ليها ريتاردنج افكت على الخرسانه عشان نلاشي سواء التاخير في ان انا بصب الباشز دي، او سواء التاخير ان العربيه بتاخده من اول هنا لغايه ما تروح الموقع. ما هي رايحه الموقع، الموقع ده ممكن يبعد نص ساعه، ممكن يبعد ساعه الا ربع. طب الكلام ده من الخرسانه ممكن تشك، فبيبقى في اضافات بتتحط على الخرسانه ليها ريتاردنج افكت، وبتسمى تايب جي تبقى الاس تي ام. حد ليه سؤال تاني؟ دكتور لو سمحت، هو البون بتاع العربيات بيبقى مكتوب فيه الوقت اللي ابتدى فيه الخلط ولا لا؟ ما تسرقش الاحداث. مكتوب فيه بس. ايه؟ الوقت بتاع بداية الخلط ولا وقت خروج لا، العربية وقت من خروج العربية. وقت خروج العربية، لأنه قلت لك الوقت اللي بياخد ده تريفيال بالنسبة لوقت الرحلة بتاعت الخرسانة. تمام. ها، سؤال تاني؟ بس كويس، في ناس عارفة البون أهو، عارفة بتاع، يعني يعني هنندمج، يعني هنعرف الحاجات دي أكتر. في حد عنده معلومة؟ سؤال تاني؟ أوكي. بالرغم يا باشمهندسين من إن التكنيك ده ماتش مور اكيوريت ذان التكنيك اليدوي اللي هو الخلاط النحله والكلام السهل ده والفاضي للاسف البسيط ده، لكن بنتعرض احيانا انه بيكون في بعض مصادر الاخطاء في الريد ميكس كونكريت. هي اكيوريت يعني ما عندناش حاجه مور اكيوريت عنها، لكن لازم الانسان يدور على الحاجه الاوبتيمم، ولازم يعرف انه في مصادر للخطا في اللي قد تحدث في ريد ميكس كونكريت. وهذه المصادر نعرف انها موجوده، لكن مش موجوده كتير، لكن حتى لو موجوده موجوده ليميتد، وهنعرف ازاي نعالجها. يعني اول مصدر من مصادر الخطا اللي ممكن يتواجد في ريد ميكس كونكريت حاجه اسمها الباتش ايرور. باتش ايرور او خطا التعبئه. انا مش هقول بعد كده خطا التعبئه دي ولا في شيت ولا في اكزام ولا في اي حاجه، انا بس بترجم اول مره عشان تبقى عارف، وعشان لو قريت في اي ريفرنس عربي تبقى عارف الكلام ده معناه ايه. الخطا التعبئه ده اسمه باتش ايرور. ايه بقى حكايه البيتش ايرور دي؟ مش احنا قلنا يا باشمهندسين دي المحطه بتاعتنا، قلنا الاجريجيت بيتخزن هنا، الاجريجيت بينز او اوعيه الركام، وبينزل على الموازين بتاع الركام او ميزان الركام. بينزل ازاي؟ عن طريق جيتس هنا، هنقرب منها بس من دلوقتي في الصور. يعني باشمهندسين انا عامل اميوت مش عشان يبقى فيه دوشه، عامل اميوت عشان تو بي ايبل تو ريسبوند. الاجريجيت بنز دي بتنزل الى الاجريجيت وير او الاجريجيت سكيل عن طريق اوعيه زي ما انا مشاور كده. الاوعيه دي باشمهندس بتغلق وتفتح اوتوماتيكيا طبقا للاوردر اللي بيجي لها من الكنترول روم هنا، يقول لها افتحي،
واقفلي اوتوماتيك لما يوصل الوزن ل 600 كيلو جرام مثلا، يعني مثلا. فبيحصل احيانا ان الجيت دي تقفل بدري سنه، تقفل متاخر سنه، الشحم مش متشحمه كويس، مش عارف ايه، فيحصل انها تقفل بدري سنه اكتر او متاخر سنه، فيصبح الوزن اللي بيسجله الميزان بالفعل مش هو 600 كيلو جرام اللي انت عايزه، ممكن مثلا 595، ممكن يبقى 605، يبقى 610. يبقى ايه الباتش ايريا يا باشمهندس؟ هو الفرق ما بين وزن سواء الركام بقى او السمنت او الماء او ايفر، يعني الوزن اللي انت عايزه وبين الوزن المسجل فعلا. وده بيكون سببه ايه يا باشمهندس؟ بيكون سببه خطا او ايرور في التايمنج بتاع غلق وفتح الابواب الاوتوماتيك اللي بتسمح بنزول الركام او بتسمح بنزول الاسمنت او بتسمح بنزول الماء والاضافه. يبقى اذا الباتش ايرور ده ايه؟ اتس ان ايرور ان ذا اوتوماتيك ديسشارجنج جيتس، في 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 الابواب بتاعه التفريغ، اند كود بي ديسكفرد ثرو ذا سو كولد باتش شيت، اللي هو فيه باشمهندس قال دلوقتي الكوبون او البوم بتاع المحطه هنتعرف عليه دلوقتي. اند ات از اوتوماتيكلي كوركتد اور مينيمايزد. ايه يعني ايه الكلام ده؟ او هنتعرف على الحاجتين دلوقتي. يعني ايه باتش شيت او الباتش شيت او باتش ايرور شيت، وايه حكايه تتعوض اوتوماتيكلي دي يا باشمهندسين؟ بص معايا في المثال ده. ده كابشر عامله بالاكسل من الباتش شيت، هوريك باتش شيت زي ما بنشوف الطبيعه دلوقتي، بس ما تعرف على الحته دي دلوقتي. الباتش شيت ده بيكون فيه ايه؟ بيقول لك اول باتش، احنا قلنا الباتش شيت ده او العربيه بتتعبى في باتشز مش از وان باتش، لان العربيه كباسيتي ده اكبر من الكباسيتي بتاعت الوان او كميه الوان باتش يعني. anyway الباتش الاولانيه الديزاين ويت بتاع الركام كان 600 كيلو جرام، انت عايز البين او الوعاء بتاع الركام ينزل according to design 600 كيلو جرام. الاكتشوال ويت اللي سجله الميزان اللي تحت الركام، انا بتكلم عن الركام والكلام بيطبق على اي حاجه اخرى، سواء سيمنت او اجريجيت او سوري او سيمنت او اديتيفز او ووتر يعني. anyway الديزاين الكميه اللي انت عايزها من الركام 600 كيلو جرام، لكن اللي نزلت فعلا على السكيل اللي تحتيه سجل 630. طب معنى كده ايه يا باشمهندس؟ معنى كده ان الباتش دي فيها ايرور هنسميه individual patch error او الايرور في الباتش دي بس. طب نحسبه ازاي؟ عن طريق الوزن اللي سجله السكيل ناقص الوزن اللي انت المفروض تحطه في الباتش على الوزن المفروض تحطه في 100، ادالك بلس 5%. يعني ايه الكلام ده؟ سوري. يعني كميه الركام اللي دخلت في الباتش دي يا باشمهندس اكبر من الكميه اللي انت عايزها ب 5%، 30 كيلو اهو 5%. المحطه طبعا بروجرامد، مفيش ايد بتتمد فيها. يقوم الكمبيوتر يعمل ايه؟ يقول لك طب انا حطيت 5% زياده، هاجي في الباتش اللي بعدها بدل ما كنت هعوز 600 احط 580. يقول ارتفيشال انتليجنس بقى، اللي هو حس ان او النتيجه اللي جات له الاوت بوت ان هو حط 5% زياده، او مش حاط البوابات فيه كان فيه ايرور فحط 5% زياده. يقوم الكمبيوتر مصلح نفسه يروح قافل البوابات بدري سنه عمدا عشان يقلل كميه الركام شويه، بدل ما هي 600 يخليها 580، يقوم يعادل شويه الزياده. طب يعادلها ازاي؟ بص كده، الانديفيدوال باتش ايرور او الايرور في الباتش دي لوحدها كام؟ الاكشوال ناقص المفروض على المفروض في 100 ادالك ناقص 3.3%. الله، يبقى هو الراجل عمل ايه؟ او الكمبيوتر بقى عمل ايه؟ كان المره اللي فاتت حس ان البوابات فتحت متاخر سنه نتيجه ايرور ما فادت الى كميه ركام اكتر من المفروض 5%، راح هو قافلها بدري عمدا سنه عشان يحقق في الباتش دي كميه ايرور بالماينس. يقوم لما يجي يحسب الكوميوليتيف باتشز which is much more important، الكوميوليتيف باتشز، ايه الكوميوليتيف باتشز دي بقى؟ هو الباتش دي يا باشمهندس مع الباتش دي وصلنا لاكيورسي كام؟ هو انا وهم يا باشمهندس كل باتش لوحدها، ولا في الاخر الكوميوليتيف باتشز او العربيه في الاخر فيها ايرور قد ايه؟ يهمني في الاخر العربيه، يعني ما يهمنيش في الاول قلبه كان فيها او اول باتش يعني كان فيها سنه ركام زياده. طب ما هو تاني قلبه فيها سنه ركام ناقص، طب تالت قلبه فيها سنه ركام مظبوطه، طب رابع قلبه وهكذا، في الاخر كل ده بيتقلب. فهمني في الاخر،
طب الكوميوليتيف فيه ايرور قد ايه؟ بص بقى، احنا اول قلبه كان فيها ايرور 5%، بص لما صلح نفسه الكوميوليتيف بقى قد ايه؟ بحسبه زي الكوميوليتيف، عباره عن التوتال اللي اتحط فعلا الاكشوال، ده زائد ده هتلاقيه 1210 ناقص التوتال المفروض يتحط على التوتال المفروض يتحط في 100، يديلك بلس 0.8%. طبعا واضح جدا، بص يا باشمهندس الكوميوليتيف بقى 0.8%، في حين اول باتش كانت كام؟ كانت 5%. يبقى الباتش ايرور اكزيستس، ما اقدرش انيفيتبل، ما اقدرش اتفاداه، لكن بيحصل له ايه بقى؟ الحته اللي قلنا عليها دي اوتوماتيكالي كوركتد اور مينيمايز، طبعا ما بيبقاش صفر، لكن بص وصلنا قد ايه؟ من 5% ل 0.8. نيجي في ثالث باتش تلاقي صلح نفسه تاني، نيجي في رابع باتش تلاقي صلح نفسه تاني، لكن بحيث اوصل في الاخر للمينيمايز. وطبعا الكلام ده ليه ليميتس هنتعرف عليه دلوقتي، بحيث المحطه او الكمبيوتر ساعات نفسه بيتبرمج بنقول له ان ده لو لاحظت ان سواء الاندفيدوال باتش ايرور او الكوميوليتيف باتش ايرور اكبر من الليميتس اللي هو متبرمج عليها، تلاقي الكمبيوتر وقف المحطه اصلا، قال له لا حصل الارم، وخلي بالك ان الباتشنج ايرور اكتر من الماكسيمم، والمحطه دي تقف وتعملها صيانه ونشوف ايه المشكله، اذا كانت الجيتس مثلا مش متشحمه، في حاجه زنقه على الجيتس، الكمبيوتر فيه ايرور. anyway لو النسب دي عدت النسب المسموح فيها بيعمل الارم في المحطه والكمبيوتر واقف في المحطه لغايه ما تعمل لها مينتنس. يبقى اتعرفنا يعني ايه individual patch error، يعني ايه cumulative، ويعني ايه انها بيحصل لها automatically automatic correction او automatic minimizing. نعرف بقى الحدود بتاعه الكلام ده في الـ ACI 304. ادي المواد المختلفة من سيمنت ووتر اجريجيت ادميكشن، الحدود بتاع الباتش ايرور بتاع كل مادة دول قد ايه؟ الاي ساي قسمتها الى تو مين كاتيجوريز او تو مين ديفيجنز. اول ديفيجن ان الباتش ويتس جريتر ذان 30% اوف سكيل كاباسيتي، يعني الوزن بتاع الباتش بتاع الركام اللي انت بتحطه مثلا بير باتش 3 طن او 300 كيلو، والوزن السكيل او ميزان بتاع الركام 3000 كيلو، اسف ركام، والاسماء والميزان بتاع الركام يشيل 5000 كيلو، يبقى 3000 كيلو على 5000 60%، يبقى انت الباتشنج ايرور تخش في الزون دي. طب لو انت بتحط 1000 كيلو ركام وميزان الركام يشيل لغايه 5000، يبقى 1000 على 5000 يمديك 20%، يبقى عشان تقول الباتش فيها ايرور قد ايه تخش على الزون دي. احنا نمسك واحده ونشرحها. الركام بتاعك اكتر من الوزن، يعني الوزن بتاع الباتش بتاعته اكبر من 30% من السكيل كاباسيتي او وزن السعه بتاعت الميزان يعني. الانديفيدوال باتش يا باشمهندس في السمنت اند اذر سيمنتيشن ماتيريال، سيمنتيشن زي يا باشمهندسين اللي هي سواء اضافات بس تكون اسمنتيه زي البوزونالك ماتيريالز اللي خدتها الترمولانيه يعني. خلينا بس في موضوعنا دلوقتي. الباتش ايرور كام بقى يا باشمهندس؟ لو في حاله الاسمنت وفي حاله ان وزن الاسمنت في الباتش الواحده اكتر من 30% من سعه ميزان الاسمنت. سواء الاندفيدوال او الكيوميوليتيف باتشنج، الايرور المسموح به بلس او ماينس اوف ريكوايرد ماس اور بلس او ماينس 0.3% من سعه الميزان، which is greater، يعني الاكثر من دول. هنعرف مثال الارقام دلوقتي على الحته دي عشان بس نحس بيها يعني. يبقى الخطا المسموح به بلس او ماينس 1% من الوزن المراد. طب الووتر الانديفيدوال باتش بلس او ماينس 1%، والكوميوليتيف يفضل الميه ما يكونش فيها بايس خالص يعني. الاجريجيت بلس او ماينس 2% في الانديفيدوال من الوزن المطلوب، وبلس او ماينس 1% من الوزن المطلوب لو في حاله الكوميوليتيف. الادميكشرز باي فولوم اي باي ويت بلس او ماينس 3% من الوزن المطلوب، ونوت ريكومندد في حاله الكوميوليتيف باتش. طبعا الكلام هنا يعني هو بس ارقام مختلفه، لو الباتش ويت ليس ذان 30% ويتش از رير، ده مش دارج في كل الحاجات، معظم الاشياء بتبقى او معظم الكومونات بيكون وزن الباتش بتاعها اكبر من 30% من السكيل كاباسيتي، وبالتالي غالبا بنستخدم الكلام ده في الحياه العمليه. مثال سريع كده للموضوع الباتش ايرور ده، بص required cement scale accuracy at greater than 30% capacity، يعني ده مثال للباتش ايرور المسموح للاسمنت في حاله الاكبر من 30% capacity من وزن من الساعه بتاعت الميزان. بنفترض ان السكيل كاباسيتي بتاع الاسمنت 200
800 باوند ده من ريفرنس اجنبي عشان كده بيتعامل بالانجلش يونتس اللي هي الباوند وكده 8000 باوند. وبنفرض ان الباتش الواحده 8 يارد يعني كانها بالنسبه لنا متر مكعب عشان تساعد نفسك يعني 800 كيلو 8 متر كيوب وهكذا يعني. الديزاين بتاع الخلطه بيقول ان السمنت بير يارد كيوب 550 باوند. وبالتالي بقى بما ان الباتش 8 متر مكعب او 8 يعني يارد والاسمنت في اليارد الواحده 550 يبقى التوتال سمنت بير باتش 855 4400 يبقى وزن الاسمنت في الباتش الواحده 4400 باوند. السعة بتاعت الميزان بتاع الاسمنت 8000 طب دي بالنسبه لدي كام في الميه؟ 4400 يعني 8000 دي 55% اكبر من 30% يبقى نخش في الخانه اللي هي كانت على الشمال هنا. طب الخانه دي بتقول ايه؟ بتقول ان ريكوايرد اكيورسي بلس او ماينس 1%. طب الباتش انت عايزها 4400 طب 1% قد ايه؟ 44 باوند يبقى انت بتسمح ببلس او ماينس 44 باوند تحطهم على ده يدي لك الاكسبتبل ماس ويت الرينج بتاعها من الرقم ده ناقص 44 او الرقم ده زائد 44 يدي لك من 4356 ل 4440 باوند. ده الرينج اللي بتتحرك فيه عشان تقدر تقول ان الباتش دي دقيقه. ده الكلام ده لو اكبر من 30%. مثال اخر عشان نغطي الموضوع بقى التاني اللي هو لو الباتش الوزن بتاعها اقل من 30% من سعه ميزان الاسمنت. هنفترض ان برضه سعه الميزان 8000 باوند لكن هنفترض ان التوتال سمنت بير باتش 3 بس مش 8 يعني السايز اوف باتش مش 8 يارد لكن 3 يارد. فنضرب 3 يارد يعني الباتش الواحده 3 متر مكعب يعني عشان اسهل عليك مثلا والمتر مكعب فيه 550 كيلو جرام اسمنت. يبقى الباتش الواحده فيها قد ايه سمنت؟ 3 في 550 1650 باوند. طب وزن الباتش دي مقارنه بسعه الميزان كام؟ الباتش دي يا باشمهندس بالنسبه لسعه الميزان 20.6% اقل من 30%. يبقى هناخد اللي هي الليمتس اللي كان على اليمين هنا في الجدول. الليمت ده بيقول من صفر يعني ما ينفعش يقل الى حد اقصى 4% من وزن الاسمنت. يبقى يا اما مينيمم بيساوي وزن الباتش اللي انا عايزها او بحد اقصى 4% زياده لو 66 يبقى الرينج بتاعي يتراوح من 1650 الى 66 زائد الرقم ده ال 1916 يبقى ده الاكسبتبل ماس ويت للاسمنت في الباتش الواحده لو وزن الاسمنت في الباتش اقل من 30% من سعه ميزان الاسمنت. نتعرف بقى يا باشمهندس على الباتش شيت او الكوبون او البون اللي باشمهندس قال عليه من شويه او اشار ليه من شويه. دي صوره من الحياه العمليه من باتش في احد المحطات اللي صدر من احد المحطات وهنتعرف عليه دلوقتي وايه المعلومات المهمه اللي فيه ومنه نخش على الموضوع بتاع الباتش ايرور وازاي بيبان في الارقام اللي قصاد حضرتك دي. اول حاجه حضرتك بتلاحظها في كمهندس لما تجي لك العربيه ومعاها الباتش شيت او البون اول حاجه بتلاحظها نرجع بس كده اول حاجه بتلاحظها هو رقم السياره. واحد يقول لي ايه رقم السياره؟ يعني رقم السياره مهمه؟ ما يا باشمهندس لو انت حصل لخبطه في الموقع في المصنع مصنع خرسان وجت عربيه خدت كوبون من عربيه ثانيه يبقى البون اللي هيجي لك ده مش بتاع العربيه اللي واقفه قصادك. تاني عربيتين طلع من المصنع وحصل اي مصدر للايرور والعربيه دي خدت الكوبون ده والعربيه دي خدت الكوبون ده والعربيه دي راحت موقع والعربيه دي راحت موقع يبقى العربيه اللي راحت الموقع رقمها 1 2 3 4 وفيها بون بتاع عربيه ثانيه خالص. فلازم تتاكد يا باشمهندس ان الميكس دي اللي جايه لك المحطه هي بتاعتك ان العربيه اللي جات لك دي اللي رقمها 9 5 1 4 فيها الخرسانه بتاعتك. ممكن تكون الخرسانه دي زي ما قلت لك راحت لناس ثانيه حصل ايرور ما يعني ماشي. فاول حاجه تتاكد العربيه اللي عندك في الموقع هي دي ولا لا؟ يعني الخلطه دي بتاعت العربيه دي ولا لا؟ لان الرقم ده لو مختلف عن اللي عندك في الموقع يبقى الخلطه دي مش بتاعتك، يبقى اللي عندك في الموقع حاجه ثانيه غير دي. تمام كده؟ يبقى هتاكد ان العربيه اللي عندي في الموقع هي دي وبالتالي اتاكد ان الخرسانه بتاعتي هي دي، دي اللي وصل للموقع. ثاني حاجه اتاكد من اسم السواق، بتشوف البطاقه يعني اجراء كده روتيني. لكن اهم حاجه بقى ثانيه يا باشمهندس هي دي. العربيه دي خرجت من المحطه بتاريخ 5/1/2019 وخرجت الساعه كذا. خرجت ايه؟ الساعة كذا. الباتش خلصت والعربية ابتدت تتحرك من 12 ل 28 دقيقة. طب والكلام ده مهم عندي في ايه؟ لا مهم عندي قوي بعد كده في حاجات
اسمها الزمن المسموح من اول ما الخرسانه تطلع من المحطه لغايه ما تجي الموقع وهكذا، هتعرف عليها كمان شويه. يبقى اول معلومه هو العربيه، رقم السياره، السواق مش مهم قوي، المعلومه المهمه جدا هي العربيه خرجت الساعه كام من المحطه. المعلومه الثانيه المهمه ان الميكس دي اسمها سي 450، دي كان خرسانه مقاومتها 450 كيلو جرام سنتر كيوب سنتيمتر سكوير، لكن دي طبعا انت اللي بتحددها. يعني الكميه دي بقى مهمه من ناحيه الكوميرشال، والكميه المحمله من ناحيه الكوميرشال مهمه ليك عشان انت بتمضي على الكميات دي، لكن يهمنا دلوقتي كطلبه هو الدباجه اللي تحت دي. لكن انت كمهندس في الموقع لازم تبقى واخد بالك هي 10 متر مكعب ولا لا. يعني طب واحد يقول لي طب ما العربيه مقفوله، انا عارف 10 متر مكعب ازاي؟ سؤال مهم، هو انا اعرف ازاي العربيه اللي جوه دي او اللي جايه الموقع دي فيها 10 يمكن هو كاتب 10 وجوه 8 جوه 9. تخيل بقى كده لو كل قلب يا باشمهندس، لو كل عربيه تجي لك مسروق فيها متر، ان شاء الله لو جالك 100 عربيه يبقى عندك 100 متر خرسانه مش موجوده، انت بتمضي على حاجه وفيها خسائر كبيره جدا للشركه، وغالبا يعني مش هتطول في الشركه بالشكل ده. طيب بالبلدي كده، هو انا ممكن اعرف ازاي ان 10 متر مكعب؟ حيله يا باشمهندس بنتحايل بيها ساعات، او يعني اكسبيرينس وايز، من العربيه لما بتيجي بنحاول ننقي عناصر بعينها انا حاصر حجمها بدقه. شويه عمدان، كم قاعده، انا عارف دي حجمها متر ونص، دي حجمها 2 متر، ودي حجمها 3، اروح بادئ او خليها صب عناصر انا عارف حجمها بالظبط. اصب بالعربيه دي العناصر دي جابت حجمها تقريبا بلس او ماينس مثلا 9.9 مش عارف، يعني خلاص اوكي انا اطمن. لكن انا العناصر دي انا حاسبها 9 متر مكعب والعربيه دي بيقول لي انها 10 او ما اصب بيها الاقي كفه 9 متر، لا شكرا كده في حاجه غلط. فاهم قصدي يا باشمهندس؟ يبقى اتحايل على الكلام ده ازاي؟ ان انا احاول اصب عناصر معلومه الحجم عن طريق الحصر الهندسي، وبالتالي اعرف العربيه دي نظامها ايه والشركه دي نظامها ايه. طبعا لو انت عملت كده شيشني كل فتره او كل كام مره كده العربيه هتقلق او المحطه هتقلق، انت بتبقى عندك عربيه غلط، ما انت طبعا مش هتعمل الكلام ده كل مره. لكن كل كام نقل كده تروح عامل لك شيشني سريع في العربيه طبعا، او المحطه تعرف ان المهندسين اللي ماسكين الموقع دول مركزين، وبالتالي ما يجرؤوش يعملوا حاجه زي كده عشان الحفاظ على سمعتهم. يعني نيجي بقى لموضوع الباتش ايرور بعد ما عرفنا شويه حاجات في البراكتيكال وايز، ايه حكايه الباتش ايرور وازاي نعرف الارقام اللي هنا دي. هنتعرف على الاسمنت وحكايه الباتش ايرور وازاي يحصل له كوريكشن، وهنعمل بس ماجنيفيكيشن للحته دي، واللي هيطبق على الاسمنت يا باشمهندس هتقدر تطبقه في المحاضره لوحدك، او بعد كده على الووتر تعرف تطبقه بعد كده على الاجريجيت، نفس الكلام. يعني نمسك بقى الحته بتاعت السيمنت دي ونكبرها شويه اهي، ونعرف ايه حكايه الباتش ايرور وازاي بيحصل له اوتوماتيك كوريكشن زي ما شرحنا قبل كده. according to mix design يا باشمهندس، الميتر كيوب خلطه فيها 450 كيلو جرام اسمنت. الباتش بتاعه المحطه دي بتتحمل 2.5 متر كيوب اللي هو الميكسر يعني. طب 2.5 متر كيوب دي المفروض يبقى فيها اسمنت قد ايه؟ انت تضرب 2.5 في 450 يدي لك 1125، ده الديزاين، ده الديزاين ويت. طب الوزن اللي سجله الميزان بتاع الاسمنت 1128، يعني الاسمنت اللي محطوط في الباتش دي اكبر من الاسمنت اللي المفروض يتحط ب 3 كيلو. المحطه هتفضل على كده او الكمبيوتر هيفضل على كده؟ لا، يصلح نفسه يقوم جاي في الباتش اللي بعديها اللي هي 2.5، يعني الوزن بتاعها المفروض 2125، بدل ما يحطها 25 يحطها 20، يبقى قلل شويه. يروح هو حاسب الاكيوميتيف باتش ايرور، يستدعي انه لا في الباتش الثالثه بقى معلش زود لي سن، والباتش الرابعه خليك زياده سن. المهم في الاخر يا باشمهندس انا بهتم بدول، لكن بهتم اكتر بالكوميوليتيف اللي هو السمشن ده. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك السمشن بتاع الاكتيف فاليوز 4502، يعني اللي اتحط فعلا في الباتش دي 4502 كيلو جرام اسمنت. طب هو انا المفروض قد ايه؟ الباتش دي 10 متر كيوب، والمتر كيوب 1 كيلو 450 كيلو جرام اسمنت، يبقى 10 450 دي 4500. بص يا باشمهندس وصلت الدقه قد ايه؟ ال 4500 كيلو جرام اسمنت فيهم خطا 2 كيلو او ديفيجن اكيوموليتيف. 2 كيلو طبعا على 4500 يدي لك رقم صغير جدا، يعني 0.4% الحاجه اللي هو ولا حاجه. يبقى اهتمامك بالانديفيدوال باتشز هو اللي وصلك في الاخر ان الكيوموليتيف
وهو الماتش مور امبورتنت او الموست امبورتنت مقارنه بالانديفيدوال، هو الكيوميوليتيف هو الاهم. اهتمامك بالانديفيدوال هو اللي وصل لك الى ان الكيوميوليتيف يبقى صغير قوي بالشكل ده. كتطبيق رقمي كاني مثلا همسك المحطه دي واشوف هي المحطه دي اكسبتابل بالنسبه لنا ولا لا. اول باتش سوري اول باتش المفروض 1125، طب اللي اتحط كام؟ 1128. يبقى الانديفيدوال باتش فيرور قد ايه؟ 1128 ناقص 1125 على الصح 100 يديلك 0.2% بلس. يبقى الاسمنت زاد سنه، لا يجي بعد كده يقللوا سنه اهو بقى 1120 بدل 1125. طب الايرور كام؟ 1120 ناقص 1125، 1125 في 100 يديلك 0.44. طب استفدنا ايه من الكلام ده؟ لما انا احسب الكيوميوليتيف اهو اللي هو الرقم ده زائد الرقم ده وده زائد ده يبقى الخطا على الصح على الصح في 100. بص الرقم بقى ايه؟ بدانا ب 0.26 نهينا اسف لنيجاتيف 0.289. شوف قال لنا قد ايه؟ ده بسبب ايه؟ انه حصل اوتوماتيك كوركشن، اوتوماتيك مينيمايزيشن. حضرتك بقى ممكن تكمل في البيت لوحدك ال 32 تحطها وتجيب السنجل والانديفيدوال، الانديفيدوال والكومبليتيف، وال 22 الثانيه تحطها هنا وتشوف الانديفيدوال والكومبليتيف وتعرف في الاخر وصلنا الايرور قد ايه. ده زي تريننج او هوم ورك ليك يعني. حد يا باشمهندس ليه سؤال؟ حد ليه سؤال؟ دكتور ايوه دكتور انا عندي سؤال. اتفضل دكتور بعد اذنك، هو الباتش برنت او البون ده المحطه نفسها ما بتقدرش تلعب فيه؟ لا ممكن تتلاعب بيه، لكن انت يعني المحطات زي ما بيقولوا الديرتي ريبيوتيشن يعني. اولا احنا ما بنتعاملش مع المحطات اللي سمعتها سيئه دي، عشان كده في حاجه هنشوفها كمان شويه اسمها اعتماد المحطه او اعتماد الحاجات اللي بشتغل بيها، وبطلع على الهيستوري بتاع المحطه الهيستوري بتاعتها في المشاريع قبل كده، ده اللي بيحصل يعني. لكن طبعا بالاضافه لكده ساعات كاستشاريين بيبين لنا عين، لينا مندوب من المكتب الاستشاري بيكون هناك واقف في محطه الخلط وبيتابع كل حاجه بتحصل ازاي، ويتابع ان الكمبيوتر فعلا طلع الباتش ده وهو ده اللي جالي الموقع. يعني بنامن من الناحيه دي ان احنا بيكون عندنا حد هناك، وبنامن نفسنا من المصدر اصلا ان احنا ما نتعاملش مع محطات مشبوهه السمعه. وطبعا السوق لما تتخرج ان شاء الله تعرف ان السوق مفتوح، واللي بيعمل غلطه اوريدي سمعته بتتلوث يعني ما تعملش معاها. والكلام ده بيحصل في الاول عن طريق حاجه اسمها اعتماد محطات الخلط اللي بنستخدمها في المشاريع الكبيره. اتفضل حد يسأل تاني؟ لو سمحت يا دكتور كان عندي سؤال. اتفضل اي حد يتفضل. هو بس في الشيت كان في فوق الكميه المنفذه والكميه المحمله، المحمله دي اللي موجوده فعلا في العربيه هنا ولا اللي ورا؟ هنا ولا اللي ورا؟ موجوده هنا ولا اللي ورا؟ المنفذه دي بقى ايه؟ هنا ولا اللي ورا يا باشمهندس؟ هنا ولا اللي ورا؟ لا لا اللي ورا اللي ورا، نرجع للي ورا. استنى ده بالظبط اهي ده؟ اه على الشمال فوق فدي 42 متر مكعب. لا مالكش دعوه دي، هو بيقول لك المشروع ده عايز 1000 متر مكعب، انت نفذت لغايه دلوقتي 42 فاضل لك 958، دي معلومات عن المشروع يعني. يعني بال 10 متر مكعب اللي جابها دي، المشروع ده كنا وصلنا ان احنا صبينا من 42 وكان فاضل لنا من 1100 دول 958 متر مكعب. معايا؟ اه تمام شكرا. لا اللي بعده حد ليه سؤال؟ الدكتور كان عندي سؤال. اتفضلي. هو دلوقتي الفرق ما بين العربيه عربيه الخلط والعربيه الثانيه اللي بتوصل الموقع قد ايه؟ لان مثلا لو انا عندي هي العربيه الخلط هي اللي بتوصل الموقع مثلا مساحه كبيره، هي عربيه الخلط هي اللي بتوصل الموقع. تمام، الفرق ما بين العربيه والعربيه قد ايه؟ يعني ايه فرق بين العربيه والعربيه؟ هي العربيه نفسها اللي بتتحرك. العربيه مثلا العربيه هي بتتحرك. أيوة انا قصدي انا دلوقتي لو بصب سقف، فالسقف مثلا ممكن يبقى 100 متر مكعب، العربيه صح. مش العربيه الواحده مش هتشيل 100 متر مكعب مثلا فما بين صبيت ال10، ال10 الثانيه تيجي امتى؟ لازم تيجي يعني عشان مثلا ما يحصلش انه يبقى دي الجزء اللي اتصب شك مثلا. لا ما هو ده يا باشمهندس، ده يسبب ايرور، او ده معناه القائم على المشروع عنده مستيك. الكلام ده ما بيحصلش فجاه، احنا عارفين احنا هنصب 100 متر مكعب، وعارفين احنا هنصب 10 متر مكعب بير تايم او بير باتش او بير كار يعني. وبالتالي الميكسر بنقول المحطه هنعوز متر مكعب، فتلاقي مش جات لك عربيه وقفت، بتلاقي جات لك ترين بنسميها يعني الترين او القطر بتاع المحطات عربيه، سوري بتاع العربيات عربيه جات لك.
وبعديها عربيه جت لك ب 10 دقايق، عربيه جت لك بعدها ب 10 دقايق، على ما العربيه لما تخلص صب بتلاقي العربيه الثانيه تحت عندك في الموقع، وبالتالي ما بيحصلش هولد ما بين صبه والثانيه، بالعكس خالص. قبل ما العربيه الاولانيه تكون ما خلاص ده اتصب، اللي كنت اقصده. اول ما العربيه الاولانيه تكون خلاص اتصب بتكون العربيه الثانيه تحت عندك في الموقع. طب مثلا لو حصل في الموقع انه كل عربيه بتيجي، احنا بنعمل طبعا التشيك عليها، لو طلعت عربيه يعني ريفيوزد، مش هقدر استلمها مثلا، فيها غلط، في مشكله في الخلطه بتاعتها، ده برضو مش هيأثر على الكذا صبه مثلا اللي ولا صبيتهم حاجه قبلها يا وانا لسه فندم، قدامي في صبات كذا تانيه؟ عربيه، بقول لك احنا مش بنقف حاطين ايدينا على خدنا، بيبقى اوريدي عربيه بتخش وفي عربيه وراها وفي عربيه تانيه وراها، يعني بيبقى في ترين جاي لك، فعشان كده لازم يبقى عندي وقت ان انا احكم على العربيه انها كويسه، ولو مش عاجباني ارفضها وامشيها، وما افضلش حد على خدي، بيبقى في عربيات جايه على طول في الطريق، بقول لك بيسميه قطر العربيات، يعني المحطه بتكون عارفه انها عايزه 1000 او سوري 100، فمش بتبعت 10 الو احنا بعتنا 10 اخبارها ايه؟ كويسه، طب نبعت 10 اللي بعديها، طب ابعت، لما ما بيحصلش كده، بتبعت 10 واللي بقى تمام على طول اللي بعديه، كونتينوس برودكشن. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. العكس. سؤال تاني؟ اوكي. بالنسبة في الماس كونكريت، انا بصب فوق حوالي 2000 متر مكعب، انت هتخلصوا هل كورس بقى كله مرة ممكن واحدة ولا ايه؟ اتفضل. هل دلوقتي انا في محطة واحدة تقدر تشتغل ال 2000 متر مكعب دول واصبهم مرة واحدة، ولا ممكن ادخل محطتين لا مع طبعا، بعض؟ ده انا ممكن ادخل 5 محطات، بس it based it depends on المحطه دي، انت عايز 1000 متر مكعب زي ما بتقول، ولا 2000 حتى، ولا اي حاجه، بتصب لبشه مثلا، بتصب لبشه مثلا فيها 1000 متر مكعب. نعم، ماس كونكريت. ما هي ما لبشه احد امثله الماس كونكريت، يعني لبشه مثلا 100 في 100 في يعني 10 في 1000 متر مكعب وات ايفر، يعني هنصبهم. طب المحطه دي معدل الصبه بتاعها قد ايه؟ مثلا 100 متر مكعب في الساعه مثلا، يعني مثلا. طب انا المشروع او اللبشه دي لازم اصبها، المشروع قرص عليا ولا مش قرص عليا؟ طب المشروع مش مزنوق، طب انا هصبها عن طريق المحطه دي، وهصبها مثلا في يوم مثلا، يعني خلاص، يبقى انا هشتغل يوم متواصل مع هذه المحطه، نون ستوببل ان ستوببل كونكريت بليسنج، هصب البلبشه دي عن طريق المحطه دي بكونتينوس كاستنج يوم كامل، مش هوقف، لان وقفت يبقى فرصه اصب في اللبشه. ده موقف. الموقف التاني، لا انا عايز اخلص اللبشه دي، لازم اخلصها في 10 ساعات. طب المحطه دي تقدر تورد لي 50 متر مكعب في الساعه، يعني 50 في 10 500، طب انا عايز اصب 1000، لا يبقى لازم يبقى يكون في محطه تانيه، يبقى اتعاقد مع محطه اخرى من الاول، الكلام ده مش بيبقى صدفه، الكلام ده بيبقى بلاننج في المشروع، انا عارف العنصر هصبه حجمه كام والمحطه قدرتها كام وانا عايز اصب خلال قد ايه، يعني بيبقى بنتصرف يعني. لكن السيتويشن ليه حل، انا لو مش مستعجل قوي ومش هصب في عدد ساعات معينه، خلاص هتعامل مع نفس المحطه بس بشرط كونتينوس كاستنج، كونتينوس بليسنج، يعني صب مستمر عشان ما يحصلش تواصل صب او شك في اللبشه. لو انا عايز اصب في وقت اقل، معدل صب المحطه او معدل توريد المحطه ما بيغطيش، بضطر اتعامل مع محطات اخرى يعني. تمام تمام. كده؟ طب بالنسبة ان هو هصب بمحطة واحدة لمدة 10 ساعات، هل بقى بيحط طبعا بيراعي موضوع الإضافات طبعا إن هي ما تشوفش؟ طبعا. مش طب ما تمام تشكش أنا يعني ايه؟ ما تشكش يعني بين الصب وبعضه، لكن طبعا بعد 10 ساعات هتلاقي اللي صبته في الاول شك، او بعد 5 ساعات هتلاقي اول واحده شكت، ما يهمنيش، انا يهمني بين القلبه واللي بعديها ما يكونش شكه. اللي هو ما يكونش فيه فاصل صب بالظبط. يعني. لكن ما طبعا انا على ما اوصل لنص اللبشه، النص الاولاني هيكون شك، او الحط الاولاني الجزء الاولاني خلاص هيبقى شك، ما يتفرقش معايا. تمام. طب انا هراعي ازاي او ان المحطتين دول هيطلعوا لي نفس الجودة؟ مش يعني لو واحدة مثلا ما تيجي ماشي، يعني ايه نفس الجوده؟ انت المواد بتاع انت بس لو صورت عليه شويه، زي بنعمل كواليتي كنترول على المواد ومش عارف ايه لسه الكورس دسم يا باشمهندسين، لسه. تمام ماشي يا دكتور، شكرا. نعم. ها، حد ليه سؤال تاني؟ بس انا كويس ان انتوا بتسالوا اسئله، يعني متفتحين على، شايفين مشاكل في الموقع ازاي نحلها، وان شاء الله مع بعض كده نحاول نجاوب على الاسئله دي، حتى لو في سؤال ما غلطتوش مع انتهاء الكورس، ويلكم اني تايم حد يجي يسال في اي حاجه. طيب ده كل ده احنا بنتكلم في اول ايرور بس، اللي هو الباتش ايرور. تاني باتش ايرور ده يعني يعتبر هنسميه خطا مرئي او خطا ديتكتبل،
يعني اقدر اكتشفه ازاي؟ عن طريق الميزان بيديني الارم يقول لي الحق القرايه 650 وانت عايز 600 ففي ايرور 50، يعني بعرف اشوفه. المشكله في الاخ التاني ده اللي هو السكيل ايرور، ده الميزان اصلا اللي هو المفروض يدي لك ورنينج انه الباتش فيها ايرور، لا اصلا في ايرور، وده اخطر الانواع من الايرورز، ان هو انسين ايرور، انديتكتبل ايرور، خطا غير مكشوف وخطا غير محسوس ما اقدرش اكتشفه. عشان كده الموازين يا باشمهندسين لازم تو بي كالبريتد كل فتره زمنيه معينه في اي محطه خلط، ودي من الحاجات اللي بنستند ليها في معايره المحطات او في اعتمادنا للمحطات. لازم المحطه دي يكون موازينها متعايره كل فتره. طبعا هي مش محطه الميزان مش ممكن يبوظ كل يوم ولا كل شهر، لكن يعني اكسبيرينس وايز ممكن لازم كل 6 اشهر ماكسيمم 9 اشهر او سنه لازم الموازين دي يتعمل لها معاينه عشان نضمن ان خطا الموازين ده مش موجود. All quantities of mixed ingredients are determined by weight. لازم طبعا الكلام ده عرفناه قبل كده، ال Y-Way batching and the scales could be considered accurate if. امتى نعتبر ان الموازين بتاعتنا accurate؟ بعد يعني عملناها المعايره، طب نعرف ازاي انها accurate؟ المواصفات بتقول ايه؟ بتقول لك ال scale accuracy او ال scale يعتبر مقبول، الدقه بتاعته مقبوله لو الدقه بتاعته او نسبه الخطا اللي فيه اقل من او يساوي 0.5% طبقا للكود المصري للمنشات الخرسانيه، او 0.2% بلس او ماينس طبقا للاس تي ام سي 94. لو الدقه في الميزان او الايرور في الميزان اقل من الرقم ده اتس اوكي. لو انت الاشتراطات بتاعتك طبقا للكود المصري او طبقا للرقم ده اوكي لو الاشتراطات بتاعتك طبقا للاس تي ام. طب انا ازاي بحسب ده او ازاي بحسب ده؟ ايه المعدل اللي بحسب منه السكيل اكيورسي؟ لو سمحت ركز معايا، السكيل اكيورسي بتساوي السكيل ريدنج قرايه الميزان ناقص القرايه الصح. طب القرايه الصح اعرفها ازاي؟ ده انا كنت معتمد على الميزان، امال اعرف القرايه الصح ازاي؟ بعرف القرايه الصح عن طريق حاجه اسمها الاوزان القياسيه، سندين يعني سندان يعني حتت حديد كده معروفه الوزن، بحطها على الميزان واشوف الحتت دي مجموع وزنهم كام، واشوف الميزان قرا لي كام. الفرق ده اقسمه يا باشمهندس على مش القراءه بقى الصح، اقسمه على سعه الميزان. هو المواصفات بتقول كده، خلي بالك من دي. الخطا في الميزان بجيبه ازاي؟ عن طريق قرايه الميزان ناقص الوزن القياسي اللي هي حتت الحديد اللي معروف وزنها مش على الوزن القياسي في 100، لا على سعه الميزان في 100. بص المواصفات بتقول ايه؟ Scales shall be considered accurate. امتى اعتبر الميزان ده accurate؟ When at least one static load within each quarter of the scaling capacity. والكلام ده خدته في السكشن. يعني السكيل لو بالشكل ده التدريج، يعني بالشكل ده بنقسم الميزان لاربع تربع كده، ولازم نعاير الميزان في كل ربع من دول، في كل ربع من القرايه هنا وقرايه هنا وقرايه هنا اتليست، يعني اتليست. لكن انا هقول لك بنعمل ايه في الحاله العمليه دلوقتي. لازم بقى في كل ربع من دول يكون ايه؟ when at least one static load test within each quarter of scale capacity can be shown to be within plus or minus 0.2% of a 0.2% دي اوف ايه؟ النسبة دي من ايه؟ السكيل كاباسيتي يا باشمهندس، التوتال كاباسيتي اوف سكيل، التوتال كاباسيتي. بكرر تاني، ما بقسمش قراية الميزان ناقص القراية الصح على القراية الصح في 100، بقسم قراية الميزان على القراية الصح ناقص الكاباسيتي بتاعت الميزان في 100. هي المواصفة تقول كده. اهي بكرر تاني، التوتال كاباسيتي عشان كده حطينا في المعادلة التوتال سكيل كاباسيتي. وبيقول لك اديكوت مناسب يعني ستاندرد تيست ويتس شال بي افيلبل فور تشيكينج اكيرسي، يعني اللي هي حتت الحديد يعني الستاندرد او القطع الحديد ذات الاوزان القياسيه هي اللي مستخدم في معايره الميزان. طب ما تيجي نتعرف كده على حته من الشغل، ان في نعمل الكلام ده ازاي في الحاله العمليه. ده تقرير بنطلعه من عندنا في المعمل كليه الهندسه جامعه عين شمس، معمل خاص مواد يعني عندنا، لعميل طالب معايرة موازين المحطة، ودي أحد المستندات اللي لازم توافرها في أي محطة خلط بسبب أو اللي لازم عشان نعتمد هذه المحطة.
ونعتمدها في المشاريع زي ما احنا باشمهندس سائل لازم نعمل حاجه اسمها اعتماد الخلاط، اعتماد المحطه. طب اعتماد المحطه دي ليه بروسيس كتيره قوي، اعتقد الكورس مش هيسعفنا او الوقت مش هيسعفنا ان احنا نقول ازاي نعتمد المحطه، لكن احد المستندات اللي بنستخدمها او بنحتاجها عشان نعتمد المحطه دي حاجه اسمها معايره الموازين عشان نتجنب سكيل ايرور. فالاخ العميل ده طبعا انا شيلته عشان دي معلومات يعني كونفيدنشال ما ينفعش اقولها، العميل ده جالنا وعايز معايره الموازين بتاع المحطه بتاعته، فبنقول تمت معايره موازين المحطه يوم كذا موافق كذا، وذلك حتى اوزان قيمتها كالتالي، هنعاير الميزان لغايه 5000 كيلو لميزان الركام، الميزان ده حسيته 5 ساعه الميزان 6. طبعا الكلام ده كل المعلومات دي باخدها من العميل، العميل بيقول لي عايز اعاير ميزان الركام لغايه 5000 كيلو، والعميل بيقول لي او طبعا لما بروح هناك بنشوف ان الميزان ده حسيته 5 وساعته 6 طن، وبعاير الاسمنت لغايه كذا، الميزان مواصفاته كذا، وهكذا بناء على طلب العميل، وبناء على طلب العميل اللي هي المعايره لغايه اوزان معينه. وتم حساب النسبه المئويه للخطا كما هو موضع بالمعادله التاليه، لازم نقول للعميل احنا عايرنا ازاي، النسبه الخطا دي معموله ازاي، قرايه عداد الميزان اللي هو السكيل ريدنج ناقص وزن صناديق المعايره اللي هي الاوزان القياسيه مش على الوزن الصحيح في 100، على سعه الميزان في 100. ونعمل ايه؟ نروح رايحين المحط ومعانا الصناديق بتاعت المعايره، ونحط الصناديق، نحط كل سندان او نحط الاوزان على الميزان ونقرا الميزان قرا كام؟ 200، حاطين 400، الميزان قرا كام كذا، ده قرا كام كذا، ده قرا كام كذا، نخلص السايكل دي لغايه الوزن اللي عايزه العميل، وعشان نبقى دقيقين اكتر نروح عايدين السايكل دي تاني، يمكن اول مره كان فيها حاجه، نروح عايدين السايكل تاني، وادي ميزان السندان كذا، طب الوزن كان كذا 400 بقى كذا، وبعدين نجيب المتوسط بتاع القرايات عشان نبقى فير، وبعدين نحسب بقى النسبه والخطا. نحسبها ازاي يا باشمهندس؟ عباره عن قرايه الميزان اللي هو المتوسط ناقص قرايه السندان، مش على قرايه السندان في 100، على سعه الميزان في 100. وبعدين نرسم منحنى اسمه منحنى المعايره، عباره عن علاقه ما بين الحمل او قرايه عداد الميزان ريدنج وما بين النسبه والخطا. المواصفه بتقول انه لازم الاس تي ام يعني لازم تكون محصوره بين بلس او ماينس 0.2%، هنا محصوره ما بين 0.1% بالبوزيتيف ومحصوره بين تقريبا نيجاتيف 0.2% بالنيجاتيف، طبعا اقل من 0.2% هعتبر الميزان ده ميزان دقيق. بنكتب هنا تم حساب النسبه والخطا بالنسبه لساعات الميزان، عشان العميل العملاء نفسهم ساعات ما يعرفوش الحته دي، يقول لك لا انت حاسب غلط المفروض تقسم. لا، المواصفه بتقول اللي هي الاس تي ام ريدي ميسون كريت سي 94 بتقول ان النسبه والخطا بتتحسب عن طريق قرايه الميزان ناقص القرايه الصح، مش على القرايه الصح في 100، مش على القرايه الصح في 100، على سعه الميزان في 100، يطلع لك ارقام تقارنها بين بي بلس او ماينس 0.2%. حد ليه سؤال يا باشمهندسين؟ طيب ملخص سريع كده نظري بقى نجري فيه شويه. لا سؤال معذرة يا هو الكلام ده يعني بيتحجم في ايه، في يعني بيجي ازاي في الامتحانات وكده؟ ايه يعني بيجي؟ يعني بيجي مواصفات ولا نقيس عليها ولا مواصفات انا برجع لها. المواصفات دي بتقول لي الميزان ده عشان يبقى دقيق لازم الخطا اللي فيه ما يزيدش عن كذا، فبستخدمها مش اي حاجه عشان احكم يا باشمهندس، لازم في حدود مواصفات. مش احنا اتعلمنا الكلام ده في الركاب في الاسمنت في الميه وات ايفر، الميه فيها قبلها قد ايه الاسمنت؟ نعم انا فاهم، انا بقول بس يعني كفي يعني مثلا في سؤال مثلا في الامتحان بيجي ايه بالظبط او شكل عامل ازاي مثلا؟ انت مالك بالامتحان دلوقتي؟ انت قاعد معايا عشان تقول الامتحان جاي ازاي ولا قاعد معايا عشان تفهم هندسه؟ لا انا مش قصدي كده، انا يعني قصدي الكلام ده بيجي في صوره ايه بالظبط؟ يا باشمهندس يعني ايه مش فاهم سؤالك، انت مالك بالامتحان؟ يجي زي ما يجي، المهم تفهم الموضوع وتفهم الانجينيرنج اللي فيه. انا مش فاهم ايه اللي شاغل بالك تمام. بيجي ازاي يعني ايه كده ازاي؟ ايا يعني كان هيجي بيجي ازاي؟ ايا كان يا باشمهندس هيجي ازاي؟ لو انت فاهم اللي بقوله هتعرف تحله. تمام. انا قصدي بيجي على الواقع ولا لا؟ زي يعني الواقع كده في الواقع ولا لا؟ يعني ايه الواقع ولا لا؟ الكلام ده بيحصل في الواقع فعلا. انا وريتك تقرير طالع من الوحده والعميل دافع فلوس عشان نعمله، يعني ايه على الواقع ولا لا؟ تمام.
حد ليه سؤال يا باشمهندسين؟ طيب سؤال المعلومات ملخص سريع كده على مقارنه بين الاوتوماتيك باتش بلانت والمانوال باتش بلانت، سواء عيوب او مميزات. طبعا الكلام النظري ده بجري عليه شويه. المانوال لو كوست وايزي مينتنس، الاوتوماتيك هاي كواليتي كونكريت وهاي برودكشن ريت ويونيفورم بروبرتيز الخاصه متجانسه لحد ما. الديس ادفانتج على المانوال طبعا ديفيكلت تو كنترول كونكريت بروبرتيز، صعب اتحكم في خاصه خرسانه عمال، شويه عمال شغالين، شويه ميه قليل، شويه ميه زياده، شويه اسمنت مش عارف ايه، شويه ركام ايه. اللو برودكشن ريت طبعا معدل الانتاج بيبقى ضعيف جدا، لان هوموجينس كونكريت خواص متغيره. الديس ادفانتج على الاوتوماتيك باتش بلانت هاي برودكشن كوست، كوست اعلى شويه طبعا، لكن طبعا بتاخد قدامها مميزات كتير زي ما قلنا. كونتينوس نيد فور مينتنس اند سكيلز كاليبريشن، بيحتاج افورت طبعا، اي افورت مش هنس لازم ينعكس لك بعد كده على كواليتي، الكواليتي دي مش ببلاش يعني. ترانسبورتيشن تايم اند ديستانس كوست ان كيس اوف سنترال بلانتس، يعني لو المحطه المركزيه بعيده شويه النقل ده ممكن يخليك تاخد بالك هي هتمشي وقت قد ايه وتركيز قد ايه وفلوس قد ايه، يعني لازم تركز في الحته دي، تعمل حس الاوتوماتيك والمانوال. كومباريزون ما بين الاون سايت والسنترال برده كمميزات وعيوب. السنترال اللي هي في الموقع عندي سيفنج اريا انسايت، سوري السنترال اللي هي في الموقع يعني بعيده، طبعا دي بتوفر لك اريا في الموقع عندك بدل ما تشغل حيز من السايت. الحاجه الثانيه او الميزه الثانيه هاي كابابيلتيز زان اون سايت بلانز، دايما السنترال المحطه بتبقى امكانياتها اعلى بكتير من المحطه اللي بعملها مخصوص عندي في الموقع. الاون سايت لو كان لي ميزه يعني بيبقى لو ترانسبورتيشن تايم، هو موجود عندك في الموقع اوريدي، وكواليتي كنترول بعينك، بس طبعا هي حرب ما بين المقالك وما بين المقاول والشارع عمرها ما بترسى على خير يعني. الهاي برودكشن كوست السنترال واللو برودكشن ريت من العيوب يعني، وترانسبورتيشن تايم اند ديستانس، والديستانشال اون سايت هي نيدز بيج ارياز، عايز تعمل تخطيط لمساحات كبيره يعني وتوفرها في الموقع، والليس كابابيلتيز اند سنترال بلانز. دي مقارنه سريعه كده بين المحطات، طبعا كلام نظري سهل يعني. معلش بس ناخد بريك يعني 10 دقايق بس كده ونستمر تاني عشان عندنا لسه معلومات عايزين نقولها. اوكي يا باشمهندسين. دكتور ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هو هل زمن الخلط برضو باخده معايا في الاعتبار لما انا العربيه وهي رايحه للموقع يعني؟ ده لو لما النحله دي بتلف هل ده يعتبر زمن خلط معايا؟ التاني يا باشمهندس؟ الميكسر اللي طالع من المحطه. التراك ميكسر تمام. هي بتلف، التراك بتلف. ايوه. هل الزمن اللي هي بتاخده في اللف ده باخده معايا اللي هو الزمن اللي هو زمن الخلط؟ لا مش زمن الخلط، زمن الخلط هناك خلاص في التراك ميكسر. تمام، بس في المحطه. ايوه اللي في المحطه، اللي في الميكسر بتاع المحطه، في حاجه اسمها ميكسر المحطه فوق. اللي هو بيودي على التراك ميكسر. التراك ميكسر بقى. التراك ميكسر دي وهي ماشيه مش بتخلط يا باشمهندس، هي ماشيه بتقلب. في فرق بين الخلط والتقليب. سرعه الدوران بتاع الحله وهي ماشيه لو حضرتك لاحظتها في الشارع بتبقى يا دوبك روتيتنج، هنعرف اسف بمعدل ضئيل جدا هدفه ان الخرسانه جوه البتاع ما تمسكش، هدفه هو التقليب وليس الخلط، في فرق بين الاثنين. تمام. هو ايه يعني ايه الفرق ان انا يعني انا حاجه بقلبها بسموث جرادولي عشان بس ما تشكش مني، لكن مش الهدف منها الوصول لتجانس الخلطه. التقليب الخلط ميكسينج هو هدفه الوصول لخلطه متجانسه، التقليب مجرد بس تحريك الخرسانه عشان ما تشكش، ليس عن طريقه توصل لخلطه متجانسه. يعني الميكسينج لو غلط التقليب مش هينفعك. فاهم قصدي؟ تمام شكرا. نعم ناخد بريك كده يا باشمهندس 10 دقايق ونرجع تاني، نرجع ان شاء الله 10 ونص و5. طيب اللي احنا خدناه بقى من شويه دلوقتي هو خدنا فكره عذرا عن صناعه الخرسانه بتتم ازاي. كل بقى شغلتنا بعد كده ازاي اعمل كواليتي كنترول على الخرسانه اثناء صناعتها. ازاي اعمل كواليتي كنترول على الخرسانه اثناء صناعتها، من اول الخلط، من اول التشويه، من اول الوزن، من اول انتقالا يعني الى الخلط، انتقالا الى النقل، انتقالا للصب، انتقالا للدمج،
للمعالجه لغايه ما يشيل الشدايه، كل ده المهندس لازم يبقى اوير ازاي يعمل كواليتي كنترول في كل المراحل دي عشان اوصل زي ما قلت قبل كده لحاجه اسمها جود كونكريت، حاجه اسمها جود كونكريت. طيب اول ستيب اسمها اعتماد مصادر مواد الخرسانة. باشمهندسين سامعني؟ انا بطمن بس سامعني. اه تمام يا دكتور. الستيب الاولانيه اسمها اعتماد approval of sources of concrete materials، اعتماد مصادر مواد الخرسانة. ايه حكايه اعتماد المصادر دي، مصادر المواد دي؟ بص في جدول في الشابتر 9 بتاع الخرسانة بتاع الكود بيلخص لك السورس، اعتماد المصادر ده فين في مشروع، فين في مشروع. الشارت ده او التيبل ده بيلخص مراحل المشروع وايه اللي بيتم فيه. طبعا احنا مش هنشرح كله يعني، لكن هنعرف بس اعتماد المصادر موجود فين في المراحل عشان تعرف بيخش امتى في الموضوع. اول مرحله يا باشمهندس من مراحل المشروع هو قبل التنفيذ هي مرحله حاجه اسمها اعداد مستندات طرح المشروع. يعني ايه طرح المشروع؟ يعني المشروع هيتم طرحه على مقاولين عشان المقاولين يبتدوا يقدموا ما يسمى بمظاريف ماليه وفنيه. الماليه هو السعر والفنيه هو سابق الخبره بتاع الناس دي، ويقدموا مظروفات ماليه وفنيه وعشان نبتدي نطرح عليهم يعني لما نطرح مشروع يقدموا هذه المظاريف عشان نبتدي نرسي في الاخر حاجه اسمها الترسيه، او نرقي المقاول او الشركه اللي هتشتغل في هذا المشروع. فبنعمل حاجه اسمها مستندات الطرح. مستندات الطرح دي تبقى عن رسومات انشائيه ورسومات معماريه ومستندات جوده ومواصفات المواد اللي بشتغلها في او اللي بشتغل بيها في المشروع. يعني دبكه كبيره كده مش مهم تخش فيها دلوقتي يعني. وبنجهز مستندات الطرح. اللي بيعمل الكلام ده مين؟ المالك او من يمثله اللي هو الاستشاري يعني، او جهاز اسمه جهاز ضبط الجوده الخارجي. هو في حاجه اسمها ضبط الجوده الخارجي وفي حاجه اسمها ضبط الجوده الداخلي. الكواليتي كنترول يا باشمهندس في انترنال كواليتي كنترول وفي اكسترنال كواليتي كنترول، دي ناس ودي ناس. ضبط الجوده الداخلي دول غالبا بيكونوا الناس القائمين على تنفيذ المشروع اللي هو الشركه المنفذه. ضبط الجوده الداخلي بيكونوا قائمين على المشروع لشركه المنفذه او حد يعني تبع الشركه المنفذه، مش لازم يكونوا هم نفس المهندسين بينفذوا. ممكن يكون جواهم في حاجه اسمها كواليتي كنترول وفي حاجه اسمها سايت انجينير. سايت انجينير هو المهندس التنفيذي، وبعض الشركات الكبيره بتبقى مع المهندس التنفيذي في حاجه اسمها كواليتي كنترول، ده بيراقب العمليات بتتم بجوده ولا لا، وده بيكون تبع المقاول. الانترنال كنترول ده بيتاكد ان كل مراحل التنفيذ بتتم صح والمواد تختبر والكلام ده كله. بالاضافه بقى للانترنال كواليتي كنترول في بقى الاكسترنال كواليتي كنترول، ضبط الجوده الخارجي، وده لازم لا تمت له صله او تعاقد بالشركه المنفذه على الاطلاق، وبيكون مباشره تبع المالك او تبع الاستشاري، وده بيكون طرف تاني في المشروع. يعني المشروع ممكن يكون فيه سايت انجينير وفي كيو سي او كواليتي كنترول تبع المقاول وفي كيو سي اكسترنال كواليتي كنترول تبع الاستشاري. الناس اللي تبع الاستشاري دي او تبع المالك دي هي اللي بتقوم بحاجه اسمها اعداد مستندات الطرح او اعداد مستندات المشروع. خلاص عملنا مستندات المشروع وسلمنا المشروع الى او رسينا المشروع على مقاول معين، والمقاول ده استلم الموقع بتاعه، حاجه اسمها تسليم الموقع. طب المقاول ده هيشتغل مع انهي محطه، ولا مع هيجيب سن منين، ولا هيجيب رمل منين، ولا هيجيب اسمنت منين؟ بنعمل بقى حاجه اسمها هنا اعتماد مصادر المواد واعتماد محطات الخلط. قاعده هنا يا باشمهندس، نحن كاستشاري او كمالك او من يمثله لو ضبط الجوده الخارجي لا نسمح للمقاول انه يتعامل مع اي محطه هو عايزها، او يجيب اي اسمنت هو من اي مصدر هو عايزه، او يجيب اي ركام هو عايزه. عشان كده لازم نجبره في الاول على محطات بعينها احنا اللي بنعتمدها الاول كاستشاريين او كاونرز او كاكسترنال كواليتي كنترول. المحطات دي هي اللي بتجيب له الخرسانه، او كمان بنعتمد للمحطه نفسها المواد اللي المصادر بتاعتها ايه. الركام هيتجاب منين؟ بعتمد مصدر الركام. الاسمنت هيتجاب منين؟ هو اسمنت بورتلاند 42.5، بس هنجيبه منين؟ من اي شركه؟ من اي مصدر؟ تمام؟ بنعتمد المصادر وبنعتمد الكلام ده عشان المقاول ما يبقاش الحريه، لان المقاول لو
سيبنا له الموضوع ان هو يجيب اي سن هو عايزه واي اسمنته من اي مكان هو يقول لك انا اسمنت 42 نسخه بس هجيبه من اي واحد انا عايزه. ما ينفعش، لازم من شركه معينه او مصنع معين واحنا هنعتمده. تمام، هيشتغل مع محطه خلاص ماشي، المحطه دي انا لازم يكون عندي محطتين ثلاثه معتمدين، هو ممكن ينقي اي محطه منهم، ما ينفعش يشتغل مع اي محطه لان طبعا ممكن اي محطه زي ما احد البشرين سلم يكون محطه غير موثوق فيها فيبقى في ايرور ان هو اتعاملت مع محطتين ثلاثه لازم كلهم يبقوا معتمدين. تمام، يبقى فين بيجي مصدر المواد؟ اعتماد المصدر بيجي بعد الدباكه الاولانيه دي من مستندات طرح وترسيه واستلام مقاول، وبعدين نبتدي بقى ايه نعتمد المصادر ونعتمد المحطات الخاصه. نخش بقى في التفصيل اللي هو الابروفال اوف سورسز اوف كونكريت ماتيريالز. عشان نعتمد المصادر يا باشمهندس لازم تفرق لازم تفهم معلش الفرق ما بين السورس والسبلاير اللي هو المصدر والمورد. احنا بنعتمد يا باشمهندس مصدر وليس بنعتمد مورد. ليه يا باشمهندس الفرق بين الاثنين ايه؟ الركام مثلا المصدر بتاع الركام هو كسارات موجوده غالبا والمفضله في السويس عتاقة، ده المصدر بتاع الركام. طب المورد، لا المورد ده واحد بيروح للكساره بتاعت الحاج حسين والكساره بتاعت الحاج محمد والكساره بتاعت ده وده وبتاع اللي هي الكسارات يعني الموجوده في عتاقة، ويجيب منهم كلهم ويورد للشركات او يورد للمقاولين. لا احنا مش عايزين السبلاير ده اللي بيجيب من كذا واحد ده ما يفرقش معانا، احنا عايزين نعتمد المصدر الاول، نروح المحجر بنسميه المحجر او الكساره اللي عايزين نعتمدها ونعمل عليها شويه حاجات هنشوفها دلوقتي، وبنبلغ المقاول ان المحجر ده هو المعتمد. فالمقاول بيبلغ المورد بتاعه يا فلان لو سمحت السن او واتيفر يعني الاسمنت اللي هتجيبه من المشروع الفلاني هتجيبه من المصدر ده لان هذا هو المصدر المعتمد من قبل الاستشاري او من قبل من يمثله. طبعا الكلام ده لازم يحصل له بقى تشيك كل شويه احنا شغالين في المشروع هنشوف ازاي، لكن انا بفهمك احنا بنعتمد المصدر وليس المورد. المورد بيجيب من كذا حته، انا بعتمد بقى فين المصدر اللي هجيب منه، وبعد كده واحنا شغالين بقى بنتاكد ان المورد جاب فعلا من ده، دي حاجه ثانيه. لكن بنعتمد ايه؟ بنعتمد المصدر وش الفرق بينه وبين المورد. الاعتماد بتاع المصدر ده اتاسك اوف اكسترنال كواليتي كنترول ستاف زي ما قلنا من شويه، زي ما قال الكود ده المهمه بتاعت الاكسترنال كواليتي كنترول وليس الانترنال كواليتي كنترول. يعني ما ينفعش المقاول او الناس اللي تابعه تروح هي اللي تعتمد المصدر، ما ينفعش لانه هينقي مصدر بالنسبه له يعني. According to that approval the contractor signs the contracts with the approved producers. ده اللي قلته، بناء بقى على هذا الابروفال احنا اعتمدنا المصدر ده، يجي بقى المقاول يروح بقى للمورد او يروح للمصدر يقول له انا عايز اعمل معاك عقد لتوريد السن مثلا للمشروع الفلاني. يبقى هو المقاول مش بيمضي مع عقد مع اي حد، مع الابروفد ريسورسز او الابروفد سورس اوف ماتيريالز. Sources approval doesn't relieve the contractor from his responsibility يعني as he is first responsible for material supply. يعني مش المقاول مضى عقد مع ال احنا يعني اعتمدنا مصدر والمقاول مضى عقد مع المصدر ده، مش كده خلاص بقى احنا نغمض ونقعد في بيتنا وخلاص المقاول بقى خلاص مضى عقد بقى والمصدر كويس فهو هيورد المواد من المصدر او من المورد اللي بيجيب من المصدر وكله تمام. لا طبعا، سوف يظل المقاول مسؤولا مسؤوليه كامله عن توريد المواد، ونحن ايضا سوف نظل مسؤولين عن التشيك ان هو بيورد المواد صح. دي مجرد خطوه يستتبعها خطوات لضمان الحفاظ على هذه الخطوه، مش مهمه وانتهت. Source approval shouldn't mean dispensing with periodic tests on supplied materials. زي ما قلت لهم شويه، مش كونك انت تعبت شويه في الاول ورحت اعتمدت المصدر يعني انك خلاص هتستغنى عن الاختبارات اللي هتعملها بيريوديكالي على المواد المورد عندك في الموقع وتقول لا 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 هو المصدر معتمد والراجل جاب المواد من المصدر ده وخلاص. لا طبعا، لازم تطمن على البروسيس دي ان اللي اعتمدت المصدر والمقاول والكلام ده يتم ازاي، ان انت تعمل اختبارات دوريه او بيريوديك تست على المواد المورده. يبقى اعتمادك للمصدر لا يعني الاستغناء عن الاختبارات على المواد المورده، خلي بالك من الحته دي. Sources are approved periodically، ودي خطوه مهمه. اوعى تفتكر ان انت رحت في الاول زياره للمصدر واعتمدته، لا المصدر ده كويس،
ايش ضمانك لو مشروع مكمل مثلا سنتين ثلاثه ما يحصلش اي تغير في المصدر ده، والركام مثلا مش عارف يحصل له ديفكت والكسرة تبقى باظت فما تتكسرش المقاس المعين، وما بقوش يعملوا اختبارات كواليتي كنترول عندهم هناك في المصدر، فالركام اللي يجي اصبح، فلازم برضو كل فتره اعمل تشيك تاني واعمل زياره للسورس ده او للمصنع ده واتاكد ان هو ما زال معتمد، او اعمل رينيول للابروفال بتاعه بتاع المصدر ده. تمام. وطبعا الزيارات دي بتتوقف على المشروع بتاعي قاعد قد ايه، لو قاعد 6 اشهر ولا سنه خلاص يعني مش هيلحق، لكن طبعا لو قاعد سنين البرودكشن كوانتيتيز اند كونديشن هي اللي بتوقف عليها اعتماد المصدر مره اخرى يعني. The sources should be visited periodically without a pre-warning. دي نقطه مهمه، انت من حقك كاستشاري او كواليتي كنترول اكسترنال تزور السورس من غير ما تقول له يا فلان لو سمحت انا جاي. لا مفيش حاجه اسمها كده، القانون يخيلك الحق انك تزور السورس ده في اي وقت وتاخد عينات في اي وقت وتختبر العينات في اي وقت عشان تطمن ان السورس ده محافظ على جودته وانه بيورد للمقاول الخامات طبقا للمواصفات اللي احنا عايزينها. With time interval suitable for project type and its time schedule. يعني احنا بنزور المصدر زي ما قلنا عده مرات يتناسب مع ظروف المشروع وحجمه وجدول الزمن لتنفيذه. ازاي بقى اعتمد المصدر ده؟ ازاي اعتمد مصدر الركام مثلا، مصدر اضافه، مصدر اي حاجه؟ اول حاجه يعني ما تغلبش نفسك وتغلب الدنيا وتغلب المقاول، ولو سمحت حاول تختار اقرب مصدر ممكن، لكن طبعا ده مش متوفر في كل الاحيان يعني اللي دايما، لكن افضليه يعني دايما نحاول نشوف المصادر القريبه. لكن طبعا انا بنفذ مشروع في القاهره والسن الكويس معروف انه من السويس، خلاص هيجي من السويس يعني مش هجيب مصدر من القاهره هنا من حاجه تحت السلم واستخدمها، لا، لكن يفضل ان انت تنقي اقرب مصدر يعني. طيب نقينا اقرب مصدر نعمل ايه بقى؟ arranging a visit to the producer او the source. اعمل له زياره بقى واعمل فيها auditing شويه بقى مراقبه كده. ايه اللي بعمله بقى في الزياره دي؟ حاجات كتير قوي مهمه ركز معايا فيها. يطلع لجنه كده من الاستشاري او من الممثله مثلا من المالك ومن الاستشاري ومن ساعات المالك بيحط جهه ثالثه كمان للكنترول، نروح نعمل لجنه ونروح للمصدر ده ونعمل الاتي. نتجول في المصنع ونريفيو اوف برودكشن ستيجز، المادي تنتج ازاي؟ نبص كده على المراحل، هل هي جيده؟ هل منتظمه؟ هل في مكان عطلان؟ هل في كذا كذا كذا؟ ريفيو اوف ريزلتس اوف ذا بيريودك كواليتي كنترول تيست كاريد اوت باي ذا سورس. غالبا يا باشمهندس ولا بد اي مصدر محترم سواء للسن او للاسمنت او للاضافه او غيره هو يبقى عنده من جوه كواليتي كنترول جواه جوه المصنع نفسه، يتاكد ان السن اللي طالع ده او الركام او الاضافه اللي طالعه دي او الاسمنت اللي طالع ده معمول له تيست يتاكد ان هو فعلا اكوردنج تو المواصفات. ده من احد مؤشرات ان المصدر ده مصدر محترم، مصدر محترف، مصدر يستطيع الدخول في مشاريع كبيره. عشان كده بنقول له طب فين مستندات ضبط الجوده بتاعتك؟ فين مستندات ضبط الجوده بتاعتك؟ نطلع هذه المستندات، ده مؤشر من مؤشرات ان هذا المصدر قابل للاعتماد او يعني في السكه ان هو مصدر محترم وموثوق فيه ممكن يعتمد. لكن طبعا هو لو ما عندلوش اصلا اوديتنج انترنال اوديتنج مراقبه داخليه وسايب الموضوع صداع مدح كده الموضوع هيبقى صعب شويه. فيجوال انسبكشن للبرودكت هوموجينيتي اند ديفورميتي، هل السن اللي طالع من المصنع ده كل شويه بلون، كل شويه بحجم، كل شويه ولا الدنيا منتظمه؟ ده موضوع مهم، لان طبعا لو الدنيا مش منتظمه ده مؤشر خطر، لان ممكن اعتمد المصدر ده دلوقتي لكن بعد شهر الدنيا تخرب، بعد شهر الدنيا تتغير. تمام، لازم اطمن ان هو يونيفورم والمنتج بتاعه ستيبل او ستيدي. ميكينج شور اوف ذا برودكشن ريت اند فوليوم، هل المصنع ده المصدر ده معدل الانتاج وحجمه يتناسب مع المشروع بتاعي؟ انا عايز اصب 100 او 1000 متر مكعب في الشهر، هل الراجل ده هيقدر يورد لي سن واضافه ويعني طبعا احنا لو سورس بنتكلم عن كل حاجه لوحدها، هل الراجل بتاع السن ده هيقدر يورد لي بما يعادل ان انا اصب 1000 متر مكعب خرسانه في الشهر؟ لازم اطمن، لازم اطمن لمناسبته لحجم المشروع والسكيل بتاع المشروع. الحاجه الثانيه المهمه جدا تيكينج سامبلز فروم ذا بروديوسر اللي هو المصنع، لازم اخد عينات اثناء هذه الزياره الهدف منها اعتماد المصدر، وهذه العينات بعمل عليها حاجتين يا باشمهندس، هذه العينات بنسميها العينات المعتمده او العينات المرجعيه وبعمل بيها حاجتين. اول حاجه بعمل عليها اختبارات بنفسي ككواليتي كنترولر،
واطمن النتائج هذه الاختبارات هي نفس النتائج اللي وريها لي وانا عنده معاه في المصنع او عنده معاه في الشركه. تاني حاجه لازم اخد العينات دي واحتفظ بيها في الموقع عشان اي عينات سنه هتجيلي بعد كده هقارنها سواء فيجولي او بالعين يعني بالعينات المرجعيه دي، هل هي نفس شكلها من غير اختبارات يعني اختبارات خلاص اتاكدنا، لكن هل حتى من حيث الشكليه ولا السن مبدئيا كده لونه متغير، مبدئيا شكله متغير، مبدئيا حجمه متغير، مبدئيا ريحته متغيره. تمام، يبقى مهم جدا اثناء هذه الزياره اللي في هدف منها اعتماد المصدر احد اساليب الاعتماد باخد عينات مرجعيه او عينات معتمده بعمل عليها الاختبارات عشان اتاكد انها مطابقه للاختبارات اللي وريها لي العميل او وريها لي المورد سوري المصدر، وبعمل عليها بحتفظ بيها عشان تبقى عندي ريفرنس وانا بستلم اي حاجه بعد كده اقارنها عن طريق الفيجوال انسبكشن. اخر حاجه بعملها في الاوضه دي او في الفيزيت دي او في المراقبه دي ريفيو اوف ذا بروجكتس هيستوري ان ويتش ذا برودكت هاز بين يوزد. اه تعالى يا مصدر انت الكساره بتاعت فلاني فلاني في السويس، طب الكساره دي السن بتاعها سخن فين قبل كده، هات لي شهادات الـ شهادات اللي بتثبت تعاملك مع الكيانات دي او المشاريع دي اللي بتديني انديكيشن انا ككونسلتنت ان انا اثق في هذا المصنع ان هو فعلا تعامل مع شركات قبل كده كبيره او مشاريع كبيره، وبما انها مشاريع كبيره يبقى المصدر ده سبق اعتماده قبل كده، يبقى على الاغلب المصنع ده او المصدر ده سمعته كويسه وقادر على الاحتفاظ بالجوده بتاعت المنتج بتاعه. ده يعني زي جايد او مش جايد يعني زي مثال ليك على الاختبارات اللي بنعملها عند اعتماد المصادر. الجدول ده موجود في الكود في الباب الثامن من الكود المصري، بيقول ايه دوريه اختبارات ضبط جوده مواد الخرسانه والخرسانه المسلحه. مش هنخش في الجدول كله، هنركز بس مثلا على الركام وهكبره كده بره. دي الاختبارات اللي بتتم على الركام ككواليتي كنترول عموما سواء في الموقع او اعتماد المصدر. بس طبعا يا باشمهندس من المتوقع ان هيكون في فرق بين الاختبارات المتخصصه اللي بعملها كل سنه مثلا عشان اعتمد المصدر، وفي فرق بالاختبارات اللي بعملها دوريا او بريودكلي على الركام المورد ليا في الموقع. اكيد الاختبارات اللي بعملها عند اعتماد المصادر بتكون اختبارات متخصصه، اختبارات غاليه، اختبارات بتتعمل كل فتره كبيره. عشان كده بص مثلا معايا لما اجي اعتمد المصدر بعمل اختبار مقاومه التهشيم ومقاومه البال لوس انجن. يعني امتى ده الاختبار وامتى تكرار حدوثه؟ عند اعتماد المصدر وكل 1000 متر مكعب توريد، وعند تغيير المصدر وكل ما استدعى الامر. النشاط القلوي والتحليل بالاشعه السينيه المتفرقه الاكس ري توموجرافي والبتروجرافيك اناليسيز، الكلام ده خدته مع دكتور ابراهيم في الاجريجيت او دكتور رجب مش متذكر. بتعمل ايه الاختبارات السبيسيفيك دي؟ عند اعتماد المصدر وكل 5000 متر توريد، وعند طبعا المصدر لو اتغير هتعتمده. فاختبارات صعبه تتعمل عند اعتماد المصدر، لكن فحص بصري كل شحنه هتعملها فحص بصري لازم ابص عليها زي ما نشوف دلوقتي. تدرج حبيبي كل حوالي 200 متر مكعب توريد، طين مواد ناعمه كل 200 متر مكعب توريد، شوائب عضويه بنسبه المواد الركام الكيلو صغير عند التوريد كل 500 متر مكعب. خدت بالك 500 مش 5000؟ فدي اختبارات صعبه بعملها كل فتره كبيره عند كل اعتماد المصدر، لكن دي اختبارات دوريه بعملها على فترات اقل. ده بس مثال ليك اوضح لك ايه الفرق بين الاختبارات الدوريه اللي بتتعمل على حاجه والفرق بين الاختبارات اللي بتتعمل عند اعتماد المصدر بتاع المواد. طيب كده اعتمدنا، رحنا المصنع، رحنا المصدر واعتمدنا الماده، اعتمدنا السن، اعتمدنا كسر الحجاره، اعتمدنا الركام، اعتمدنا الاسمنت، اعتمدنا الاضافه المصدر يعني بتاع الكلام ده. تاني خطوه من خطوات الكواليتي كنترول، احنا زي ما قلنا مش هنعتمد ونقعد نايمين. المواد دي جات لك الموقع بقى وهي جايه لك الموقع تستقبلها ازاي؟ ريسيفنج اوف كونكريت ماتيريالز، استلام مواد الخرسانه. انت اعتمدت المصادر شكرا. طب المواد جات لك بقى جايه لك اهو، العربيه السن داخله عليك في الموقع اهو، تعمل ايه كتاني ستيب في الكواليتي كنترول بلان اثناء تصنيع الخرسانه؟ اول ستيب في الكواليتي كنترول تعمل اعتماد للمصدر، تروح بنفسك للمصدر. تاني ستيب انت مش هتقعد في بيتك، انت هتفضل شغال ككواليتي كنترولر، والمواد داخله لك الموقع تعمل ايه اثناء بقى الريسيفنج بتاع الكونكريت ماتيريالز دي؟ اول حاجه تعملها فيجوال انسبكشن. عربيه السن هفرض معاك كده، عربيه السن داخله الموقع، قبل ما عربيه السن باشمهندس اللي تشوفها في الشارع دي اللي هي عباره عن دبل تراكس كده، عربيه تريلا يعني
مقطوره، اسف، مقطورتين ورا بعض كده. قبل ما المقطوره دي تخش لك الموقع وتشون او تنزل السن بتاعها في الموقع، لازم تطلع حد يبص على الركام بعينه في الاول، يمسك الركام بايده كده يتاكد من كام حاجه، يتاكد ان الركام ده مقاسه مظبوط، الركام ده تقريبا شكله هو يشابه الشكل بتاع العينات المرجعيه المعتمده اللي انت خدتها وهكذا. فيبقى اول خطوه هو الفيجوال انسبكشن. طب بالنسبه للاسمنت نعمل ايه بقى؟ بنمسك ماده ماده ونشوف هنعمل يعني نعمل ايه في الفيجوال انسبكشن ده، سواء سن سواء اسمنت سواء وات ايفر. اول حاجه انسبكتنج اوف برودكت سيرتيفيكت، والكلام ده غالبا في البالك سيمنت. ايه البالك سيمنت ده يا باشمهندس؟ ده الاسمنت السايل. الاسمنت غالبا في المحطات بتاعت الخلطه يا باشمهندس بيورد في صوره عربيات اسمنت سايل، هنشوف صوره ليها كمان شويه. وبيكون الاسمنت السايب ده، خلي بالك الاسمنت السايب ده جاي من ايه يا باشمهندس؟ ده مورد. الاسمنت ده جاي من مصدر، لكن العربيه بتاعه المورد او اللي بينقل، فلازم اتاكد ان الاسمنت ده اللي جوه العربيه دي جاي من مصنع الاسمنت الفلاني. اتاكد ازاي؟ عن طريق بون مع العربيه بتاعه الاسمنت، بيكون مكتوب فيه الاسمنت ده هو اسمنت 42 ونص مثلا، اسمنت بورتلاندي، اسمنت قوام الكبريتات، جاي من مصنع سينا، جاي من مصنع عريش، جاي من مصنع حلواء وهكذا يعني ترى ولا ماشي. يبقى اول حاجه انسبكتنج برودكت سيرتيفيكت، الشهاده اللي جايه مع العربيه، اند كومبيرنج ويز بروجكت سبيسيفيكيشن اند ريكويرمنتس. برودكت ديت، الاسمنت ده انتج امتى؟ لان نعرف كمان شويه ان الاسمنت ما ينفعش يعدي ليه زمن معين والا مش عارف استخدمه. لو بالنسبه للشكاير، نو partial cement bags or solidified cement to be used. ما ينفعش يا باشمهندس يكون جايه لي تريلا الموقع، لو هستخدم انا اسمنت في اي اغراض ما، اسمنت جايه لي بصوره شكاير، ما ينفعش يكون في شكاير مقطعه، ما ينفعش يكون في fraction of bags اجزاء شكاير، ما ينفعش يكون الاسمنت محجر يعني احط ايدي عليه كده كتيست يعني كفيجوال انسبكشن او كبريمينري تيست يكون في اسمنت متحجر وبالتالي ارفض العربيه كلها. طبعا ده مش معناه يا باشمهندس ان حضرتك قبلت سواء السن او سوري الاسمنت، لا، انت بتسمح بس ان العربيه تخش الموقع. لكن بعد ما تخش الموقع وتنزل الحاجه وتشونها، هتبدا مباشره في اختبارات الجوده اللي تحكم لك على الاسمنت ده. معايا؟ تمبرتشر اوف بالك سيمنت شودنت اكسيد 75 ديجري، الكلام ده طبقا للكود، طبقا للمواصفات بتاع الاسمنت او كود الخرسانه، المنشات الخرسانيه. ان الاسمنت اللي جاي لك من المصنع غالبا بيكون سخن، طبعا انت عارف في كلينيكر والكلام ده كله يعني. المفروض الاسمنت قبل ما استخدمه، الاسمنت السايب مش الاسمنت الشكاير، الشكاير ما بيكونش فيه المشكله دي. الاسمنت السايب اللي هو البالك سيمنت بيكون جاي في العربيات اللي هيروح للصوامع بعد كده، المفروض درجه الحراره بتاعته ما تزيدش عن 75 درجه مئويه. طب افرض انت قست درجه الحراره طلعت مثلا 100، طلعت 150، هتقول لا امشي روح الفضل؟ لا، ممكن تشوله في الصوامع دلوقتي، صوامع يعني سبير، وتسيبه يبرد لغايه ما الدرجه الحراره توصل للريج ده او اقل. عشان كده بيكون في صوامع كتير في المصنع شويه اكتر من احتياجاتنا بواحد او اثنين، عشان الكيس اللي هو لو في اسمنت سخن شويه زياده مسموح تخزنه لغايه ما درجه الحراره تنزل لحد ما الدرجه الحراره بتاعتنا، وبعدين ندخله جوه خط الانتاج. طب لو اضافه نعمل ايه في الفيجوال انسبكشن؟ حاجات سهله كده، نتاكد من الداتا شيت بتاعه الادفتشر اللي جايه لي انها نفس نوع الاضافه اللي انا عايزه، نتاكد من تاريخ انتاج الاضافه لان كل اضافه ليها شيلف لايف، ليها عمر افتراضي للتخزين، وده بقى اتاكد منه عن طريق الداتا شيت بتاع الاضافه، واشوف تاريخ انتاجها كام وقارنه بتاريخنا الحالي، واشوف فاضل فيها قد ايه او اكسبايرد كمان قد ايه. الادفتشر سورس، هل هو السورس انا جايب او تعاقدت او اعتمدت مثلا شركة سيكا او شركة فاسل او شركة سي ام بي، هل فعلا الاضافة دي جاية من الشركة دي ولا لا؟ هو المصدر اللي انت اعتمدته يعني. واخر حاجة نبص بعينينا على الباكينج ساوندس او سلامة العبوة، هل الجيركن مخروم؟ هل العبوة مفتوحة؟ هل وات ايفر؟ طبعا كل دي بقول لك تندرج تحت سيب بكرر تاني فيجوال انسبكشن. ده مش معناه الاضافة دي صالحة، ده معناه ان اسمح بدخول الاضافة دي عندي في الموقع او محطة الخرسانة. الاجريجيت بقى ايه اللي نعمله في الاجريجيت عشان نقول عملنا فحص بصري ونسمح بدخول العربيات عندنا في المحطه او الموقع؟ اول حاجه الاجريجيت تايب، انا طالب سن واحد اشوف سن واحد، طالب سن اثنين اشوف سن اثنين، طالب رام اشوف رام، نوع ايه العربيه اللي جايه لي دي؟ كلام سهل. اجريجيت سورس، العربيه بيكون معاها كوبون، الكوبون ده بيكون فيه المحجر الفلاني اللي جابت منه، هل المحجر ده هو اللي انا مستلم منه سوري اعتمدته قبل كده؟ وطبعا الموضوع ليه
ممكن يحصل فيه تزوير شويه، لكن زي ما قلت لك التزوير ده فرصته بتقل بحاجتين، بانك تتعامل اصلا مع مصدر موثوق فيه ومورد بتبعيه سمعته طيبه وكويسه، وايضا بتعتمد انت ساعات بتزور السورس مره ثانيه تتاكد فعلا ان جرادك الكميات دي. ثالث حاجه ان انت الاجرت اللي جاي لك مش بتقول خلاص ما دام جه المصدر ده بقى كويس، انت برضو تعامل عليه اختبارات يتاكد منها ان الاجرت ده مطابق للمواصفات والشروط بتاعتك. سيميلاريتي وذ ابروت سامبل اللي قلت لك عليها قبل كده، انت بتاخد عينات معتمده وعينات مرجعيه مجرد بس بالشكل كده تتاكد ها السن ده نفس اللون نفس الحجم نفس الحاجه بتاع المصدر اللي خدت منه عينات معتمده قبل كده. ان كونتامينيتد يعني ركام غير ملوث، وطبعا الكلام ده بيبان بالاختبارات بس مبدئيا ادخله الموقع ما ادخلوش هو ده المهم. بتبص على العربيه من فوق ويفضل يا باشمهندس ارسم بس سكتش كده، لو يعني لو دي العربيه وده الركام مش حضرتك تطلع كده وتروح باصص لي على الحبه اللي فوق دول، لا ده انت تروح مخلي حد معاك كده يحفر لك شويه كده وتشوف الركام في قلب العربيه شكله ايه، مش يقوم حاطط لك شويه هنا كويسين اسف يعني زي الوش بتاع الكريمه يعني، لا شوف قلب الركام ده شكله ايه. كلي لامبس ده عباره عن تكتلات من الطفله او الطمي، ويكون مشكلته مش مهندس ان هو ماده او عشان تعرفها يعني ماده صلبه شويه تميل للاخضرار، ولو مسكتها بايدك وحطيت عليها شويه ميه تحس انها عملت زي الزبده كده، بتحس انها بتدوب بتتحول لسائل لزج. مشكلته في ايه الكلي لامبس دي والطفله والطمي الحاجات دي او الطفله بالذات؟ طبعا مشكلته ان هذه الماده زي ما خدت قبل كده قابله للانتفاش وبتزيد حجمها بتاع 3 4 مرات، فلو انت سمحت بدخول الركام ده او الماده دي جوه الخرسانه حجمها هيزيد وبالتالي يسبب كراكس في الخرسانه وعمر منشا خرسانه يقل. وبتتاكد من خلوه ايضا من حاجه اسمها الفرايبل ماتيريالز اللي هي المواد الهشه، وبتتاكد من خلوه من الاورجانيك ماتيريالز. ايه الاورجانيك ماتيريالز دي؟ اسف يعني ممكن يكون بعض بقايا الحيوانات او بقايا الحاجات متعفنه، او ممكن يكون مثلا جاز، ممكن يكون شويه زيت شويه حاجه مدهونين تلوث بيهم الركام بتاعك. الكلام ده منتهى خطوره يا باشمهندس، لان الاورجانيك ماتيريالز دي زي السكر والجاز والحاجات دي او بعض الزيوت بتؤدي الى عدم شك الاسمنت او شك الخرسانه. يعني ممكن تصب بالركام ده تلاقي خرسانه قعدت يوم ويومين مشكتش وانت مش عارف المصدر، قد احد يكون المصادر ان حضرتك ما خدتش بالك ان الركام ده فيه بعض المواد الاورجانيك اللي ممكن ببساطه تكتشفها عن طريق الريحه مثلا، لا ريحه جاز ريحه مواد اسف متعفنه يعني، فتعرف ان الركام ده مش نظيف. تمام، يبقى تتاكد انه ان كونتامينيتد اجريت. تتاكد ان النومينال ماكسيمم سايز كونفورمز تو بروجكت سبيسيفيكيشن بايدك كده مبدئيا، طبعا كل اختبارات هتتعمل بعد كده بس انت تعرف السن اللي في ايدك ده مقاس اعتباري 20 مللي ولا 50 مللي 5 مللي 8 10 مللي ولا 30، انت عايز ايه يعني، فبتاكد منها. وطبعا المقاس الاعتباري الاكبر ده والنومينال ماكسيمم سايز دي مواصفات طبقا للكود خدتوها قبل كده اللي هو ماكسيمم ما يزيدش عن ثلث السلاب سيكنس او خمس البيم ويث او ثلثين المسافه الصافيه ما بين اساخ التسليح، وده طبقا للاي سي بي 2018 اللي هو نزل فيرجن منه جديده اليومين اللي فاتوا دول اللي هو 2021. طيب خلي بالك احنا عملنا ايه؟ العربيات داخله عندي، عملنا فحص بصري ودخلناها الموقع هنشونها. طب بس يعني ما احنا قلنا الفحص البصري ده مش معناه القبول ولا الرفض النهائي، لكن معناه ان انا اسمح بدخول الموقع، لكن بعد دخول الموقع لازم اعمل ايه زي ما قلنا بكده؟ بريودك تيست. وعشان اعمل تيست الدوريه دي او الاختبارات الدوريه دي هياخد سامبلز. طب وانا باخد سامبل ايه الحاجات اللي لازم اراعيها سواء من السن او اي ماده يعني؟ سامبلز شود بي تيكن اكورد تو ذا ريليفنت ستاندرد سبيسيفيكيشن، المواصفات المختصه بتقول لك خد عينات الريت بتاعها شكله ايه؟ اخدها منين؟ تمام، لازم اتبع المواصفه اللي بتقول لك العينات بتؤخذ ازاي. Secured delivered او delivering of samples to the labs، اه النقطه دي مهمه قوي. قد يحدث تلاعب يا باشمهندس لو انت كاستشاري مش مركز او كواليتي كنترولر، تاخد عينه من السن او تاخد عينه من الرمل او تاخد عينه من الميه، وعلى ما توصل لك اللاب يحصل فيها بعض التزوير او بعض التلاعب manipulation، ان العينات دي عن طريق المقاول يلعب فيها يغيرها، عشان كده لازم العينات دي تحتفظ كويس جدا
وتكون ماضي عليها او تكون عامل عليها علامه سريه، بحيث لما تجي لك المعمل كاستشاري وتبعت حد من طرفك للمعمل عشان يحضر الاختبارات، تتاكد ان فعلا العينه اللي انت خدتها دي هي اللي تم توريدها للمعمل وهي اللي تعمل الاختبارات، وبالتالي النتيجه بتاعتها ممثله للركام بتاع المشروع. ريبريزنتيف سامبلز يعني عينات ممثله، ولو انت اتبعت المواصفات هتعرف تعمل عينات ممثله بطريقه متاخده راندم مش من مكان معين لمصلحه شخص او اخر. Periodically taken sample according to coded rates، لما قلت لك تاخدها بناء على ريتس موجوده في الكودز اللي هي اشرنا ليها قبل كده، اللي هي دي مثلا هتعمل تدرج فحص بصري، ده مش اختبار، تعمل تدرج حبيبي كل 200 متر توريد، تعمل طين مواد ناعمه كل 200 متر توريد، هتعمل شعب عضويه وكبريتات وكبريتات كل توريده او كل 500 مكعب من كل شحنه، يعني دي البريوديك تست اللي بتتعمل على الركام مثلا. طيب نيجي لثالث خطوه، هنشون الركام بقى، هنشون، انا اسف دايما اتكلم عن الركام يعني، بس يعني الكلام عن الركام هو الكلام عن اي ماده، هنشون بقى سواء ركام او اسمنت او ميه او غيره في محطه الخلط دي. ازاي هنشون الاسمنت، ازاي هنشون الركام، ازاي هنشون الميه، ازاي هنشون الاضافات في محطه الخلط عشان تطلع في الاخر خرسانه جيده. واحد يقول لي يا باشمهندس يا دكتور انت مدخلنا في تشوين اسمنت في تشوين ركام، طب انا مالي بالكلام ده، مش انا بتعامل مع محطه الخلط وخلاص، هتجي لي يا باشمهندس، ما هو الشطاره في انك تتجنب الخطا قبل ما يحصل، مش تصطاد الخطا للناس. يعني لو عندك مهندس تبع الشركه تبع المكتب الاستشاري ابعته المحطه، اتاكد ان كل شيء فيه تمام، مش لما الخرسانه تجي لك وتصبها وبعد كده تكتشف ان فيها املاح كلوريدات وكبريتات عاليه، طب ما بالاولى يا باشمهندس تعمل كواليتي كنترول على الركام اللي جاي للمحطه ان هو فعلا خالي من الكلوريدات والكبريتات، وبالتالي ممكن تتجنب مشكله كاستشاري تكلف المشروع ملايين والوفات، ان الخرسانه بعد ما اتصبت اكتشفنا فيها مشكله، الميه بعد ما استخدمناها في الخرسانه اكتشفنا فيها املاح، الاضافه بعد ما استخدمناها في الخرسانه اكتشفنا انها اضافه غير صالحه، الاسمنت طلع مش من النوع اللي انا عايزه، فمش حكايه ايه اللي بدخلك في مصنع خرسانه، لا طبعا لازم ادخل اتجنب الخطا قبل حدوثه. طبعا بالاضافه ده هيفيدك في الشغل وانت اشتغلت في محطه خرسانه. يعني بخزن ازاي او ايه الحاجات اللي براعيها اثناء التخزين؟ اول حاجه بعمل سايت بلان، بعمل سايت بلان، سايت بلان يعني لازم احدد هو انا هخزن فين المحطه الخرسانه دي، احط بقى السن في اي حته والرمله في اي حته والميه في لا اي حد بيعمل محطه خرسانه او حتى في الموقع، لو بعمل محطه خلط عندي في الموقع، المنشأ في المكان الفلاني، والعربيات لازم تتحرك في الطريق الفلاني عشان اورد حديد او اورد اي مواد اخرى. طب يبقى لازم تشوين الركام في الحته دي، لازم تشوين السن في الحته دي، لازم تشوين الميه في الحته دي، لازم السايلو بتاع الاسمنت يبقى في الحته دي، وهكذا. يعني لازم تعمل بلاننج للسايت عشان توفر مساحات محيطه ليك للمانوفرنج بتاع الموقع، لازم العربيات تتحرك بسهوله، سواء عربيات النقل بتاعت المواد او عربيات الموقع نفسه. ما ينفعش اسد الطريق من كذا حته واقول انا عملت سايت بلان ديفلوبمنت صح، طبعا لا. مش معنى تشغل الموبايل. يعني هو واحد عامل نفسه ان ميوت ومشغل الموبايل، ممكن افهمها؟ طب انا عامل ان ميوت ليه؟ تاني حاجه في الاستورج، ستورج بليسز شود بي راشونالي بلاند تو فاسيليتيت باشنج، يعني ما احطش السن والرمل والميه بسيكونس او اماكن ما يكونش عامل فيه، ما ينفعش المحطات تاخد منها بسهوله، يعني لازم يكون السن في مكان ما والرمل بحيث اعرف اخد منهم باتشنج، يعني اعرف اوزن واخد منهم واحطهم في الميكسر بطريقه سهله شويه. Immediately after storage quality control tests should begin in the rates mentioned before، زي ما قلت لك قبل كده، انت بصيت اعتمدت المصدر، انت بصيت على العينات او على العربيات وهي جايه، سمحت بدخولها الموقع، لكن معلش لازم لما تخش وتخزنها مباشره بعد التخزين تبتدي تعمل كواليتي كنترول على المواد دي وتشوف هي صالحه ولا مش صالحه. واحد يقول لي طب يا دكتور في مشكله، طب انا دلوقتي العربيات جت وبصيتها فحص بصري وتمام وشونتها وجيت اعمل كواليتي كنترول عليها، عملت اختبارات ونتائج طلعت وحشه، طب المواد دي هرفضها، طب انا هشتغل بايه؟ طب انا ما عنديش مواد. اقول لا، ده باد بلاننج منك. ليه؟ لانك هو انت بتشون لما يا دوبك ما يبقاش عندك حته سن في الموقع او 2 3 متر مكعب سن في الموقع، لا
لازم يكون. امال التشوينات هدفها ايه؟ عندك باك اب للتشوينات، دايما يبقى عندك باك اب. باك اب يعني في تشوينه طلعت وحشه خلاص نكسكلود ونشتغل باللي عندنا لغايه ما نجيب سن تاني وهكذا. يعني التشوين ده برضو لازم يتم عن طريق مصحصحه شويه، مش استنى السن يخلص او قرب يخلص اروح مطالب من المصدر سن، جالي المصدر وحش اروح المكن المخلطه بتاعته. تمام. طيب نيجي بقى نطبق الكلام ده على السن. عايزين نخزن السن، ايه الاعتبارات اللي باخدها وانا بخزن السن؟ سوري السمنت، اسف السمنت. ما حاجتين لو انا بخزن السمنت ده ان باجز، لازم اخد بالي من الاتي. باجز اللي هي الشكاير يعني. Provisions should be taken to protect cement bags from moisture، لازم احميه من الرطوبه. And direct exposure of sunlight، تاني حاجه براعيها. تالت حاجه each type of cement should be stored separately and all cement used first، يعني تلات او اربع حاجات لازم اراعيهم، احميه من الرطوبه، احميه من التعرض المباشر لاشعه الشمس، اخزن كل نوع اسمنت لوحده، والحاجه المهمه قوي بقى اللي لازم تاخد بشاطر فيها، الاسمنت الاجدد يستخدم مش دلوقتي، الاسمنت الاقدم يستخدم دلوقتي. يعني انت عندك توريده جت الاسبوع اللي فات وعندك توريده جت النهارده، ما تستخدمش النهارده وتسيب الاسبوع اللي فات، دايما تبقى ديتنج ارينجد، لازم استخدم الاسمنت القديم شويه في الاحدث وهكذا. يعني التشوينات دي بتاع الاسمنت الباجز دي العازه الخاصه في شكل، بحط الاسمنت على وودن بالتس اللي هي طبالة خشبيه او عروق خشبيه عشان تسمح بالسيركيليشن بتاع الاير في الشكاير، وبعدين بجيب الشكاير برصها بكيفيه بحيث نوت مور ذان 10 باجز اباف ايتش اذر، ما ينفعش احط 10 شكاير او اكتر من 10 شكاير فوق بعض. المشكله في ايه يا باشمهندس؟ ان 10 شكاير دي لو زادت ممكن يسبب بريشر على اخر شكاره واخر شكارتين يتقطعوا بسبب البريشر لود اللي عليها ده، والمسافه بين كل صف شكاير لازم ما يقلش عن 0.5 متر عشان اسمح بالسيركوليشن بتاع الهواء، وبالتالي ما يعملش رطوبه في المكان والاسمنت يبقى فيه تهويه، وبالتالي عشان لما فيش رطوبه بالتالي ما يشكش مني اثناء التخزين. واخيرا لازم اعمل تغطيه من سيلد شد للاسمنت عشان احميه من المطر او الشمس اللي جاي، ما يتعرضش مباشره الاسمنت بتاعي زي ما اشرنا قبل كده، احميه من الرطوبه عن طريق التهويه وعن طريق الشد، واحميه من التعرض المباشر عشان الشمس عن طريق الشد بتاع الشمس. طب الاسمنت لو جالي بصوره بقى اسمنت سابق او بلك سمنت اعمل ايه؟ اول حاجه many silos should be available for different cement types، لازم يكون زي ما هنشوف في صور او شفناها قبل كده يكون في صوامع مختلفه لكل اسمنت، مش هحطه كله في مكان واحد، ما ينفعش طبعا. Silos should be watertight and properly ventilated، لازم السايلو زي ما قلنا من شويه وهنشوف صور ليها كمان تاني، لازم تبقى معموله منصاب ومحكمه جدا وتكون ventilated properly، يعني يكون فيها شويه ventilation كده، الventilation ده يكون ما فيهوش مواد ضاره فيزيو طبعا حاجه، بس تضمن ان السمنت زي ما نشوف كان شويه ما يحصلش ليه حاجه اسمها سيمنت كيكنج، حتى المصطلح سماه كده، يعني يتحول لكيكه، يعني هم سموه كده، يتحول عجينه يعني بسبب ان توردت ده تغلغله بشكل ما شويه رطوبه بسبب التخزين المخنوق، وبالتالي يكلكع بالبلدي يعني، وبالتالي لازم يكون فنتليتد متهوي بهواء جاف عن طريق شويه تربنز كده، اسف يعني تخلي الاسمنت زي ما يكون فاير سنه كده، يكون يعني ايه لوز شويه مش مكمكم ومش متراكم عشان ما يكلكعش يعني. Silos are to be painted by a sun reflective material، لازم يكون مدهون بمادة عاكسة للشمس سواء بقى صفرا او بيضة، بس غالبا عندنا بيكون بيضة في مصر يعني عشان تقلل الحرارة اللي داخلة على الشمس عشان ما تسخنوش. النقطة اللي قلناها قبل كده cement temperature inside silos is not to exceed 75% Celsius degree، 75 Celsius degree عشان ما يعملش حاجة اسمها أجواء حارة في الخرسانة، هتعرفوها بعد كده مع أحد الزملاء يعني. ولو جه اسخن من كده زي ما قلنا ممكن نخزنه على لغايه ما درجه الحراره توصل لدرجه الحراره اللي احنا عايزينها. ممكن اضيف اضافات؟ نعم ممكن اضيف اضافات للبالك سيمنت لو زادت عن 75 درجه؟ لا مسموح، ممنوع تضيف على الاسمنت اي حاجه، تضيف على الخرسانه لكن تضيف على الاسمنت لا. يعني في الميكسر ممكن تضيف مثلا شيلد ووتر، تضيف ثلج، الكلام ده لو انت اخذته قبل كده يعني، لكن الاسمنت ما ينفعش تضيف على اي حاجه، لازم تسيبه يبرد لوحده. تمام. الحاجه اللي بعد كده storage silos should be drawn down frequently، لازم تتفضى
بالفريكوينسي يعني بالتكرار، يفضل بيقول لك الاسمنت يخلص من الصومعه يعني، كل صومعه تفضى كل شهر وتتنضف، عشان كده لازم عندي كذا صومعه بحيث يبقى اعرف يعني الصومعه دي بفضيها اعملها مينتننس، وبالتالي ممكن الصومعه اللي بعديها اللي تخش في خط الانتاج وهكذا. تو بريفنت سمنت كيك اللي اشرت لها من شويه، ان الاسمنت ما يعجنش لو طول جوه الاستورج جوه السايلو عن شهر يعني. Silos should be equipped with non-clogging air diffuser، دي اللي قلتها من شويه هنا، ان النون كلوجنج يعني ما يخليش الاسمنت يكلكع عن طريق ديفيوزرز بتدخل هواء جوه الاسمنت، هواء جاف طبعا ما فيهوش رطوبه عشان ما يشكش، يخلي الاسمنت شويه ايه لوز كده شويه عشان ما يشكش، او سوري مش ما يشكش، ما يبقاش كتل بسبب التراكم والتكتل يعني. Each silo should be provided with a conveyance نائل، حاجه تنقل، that effectively allows both constant flow and precise tick cut off. معلش النظر استحملني شويه بس هنخش على الحاجات دي في العمل يعني. لازم بس الكلام ده لازم تبقى عارفه يعني كمهندس، لازم تبقى اوير بيه. كل السايلوز لازم تبقى ملحق بيها طريقه لنقل الاسمنت من جوه السايلو للميكسر، والطريقه تكون افكتيف وتسمح ان انا الريت يبقى ثابت، ولما اقول اوف يبقى اوف بريسايز كات اوف. من الوسائل دي حاجه اسمها سكرو كونفير. فين بقى الكلام ده في الشغل السكرو كونفير ده؟ بص معايا كده، دي يا باشمهندس عربيه الاسمنت اللي جايه لي من المصنع، بيبقى فيها فتحة بوصلها بخرطوم، وعن طريق البريشر بيتم نقل الأسمنت ده إلى أعلى الصومعة، سوري أهي الماسورة دي أو الخرطوم ده اللي أندر بريشر دخل جوه الماسورة، والماسورة دي أهي داخلة جوه 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 جوه، تروح داخلة على على الصومعة من جوه، والأسمنت ينزل أندر جرافيتي إلى السايلوز. طيب الأسمنت اللي جوه السايلوز ده أوصله إزاي للميكسر؟ بص شايف الحته دي، ده صومعه من فوق ودي صومعه من تحت، اللي تحت ده هو اللي هكبره دلوقتي اهو اهو، ده السكرو كونفير، ده السكرو كونفير، ده موتور، وجوه الماسوره اللي انت مش شايفها دي في الشكل ده، ادي الماتور اهو، ادي الماتور اهو، وادي الاسمنت اللي نازل من فوق اهو، وده السكرو كونفير، الاسمنت ينزل من الصومعه عن طريق جيتس يخش على السكرو كونفير، يتنقل لغايه المواسير دي، لغايه الميكسر زي ما نشوف صور بعد شويه، تمام كده. يبقى لازم اي صومعه يكون متوفر ليها اسلوب لنقل الاسمنت، طبعا الاسلوب ده لازم يكون مغلق، ما ينفعش يكون سير مثلا، انا ينفع انقل الاسمنت عن طريق سير؟ ده انا نصه مش هلاقيه، ده كله هيطير، لكن ينفع انقل السن عن طريق سير. فتم الاتفاق ان كل الشركات دلوقتي او الصوامع شغاله عن طريق نقل الاسمنت عن طريق كلوزد تيوب، والتيوب دي جواها روتيتنج سكرو او بيسميه سكرو كونفير. حضرتك دكتور ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. حضرتك لما بتجيب مثلا هي بعد الخلطه ترمي مثلا الخلطه في قلب الصومعه دي، دلوقتي ممكن مش ممكن يعني خلطه عاليه ممكن يحصل سيجريجيشن؟ ثاني يا ريت اللي بيتكلم يسمعني يا باشمهندس، يعني ايه خلطه تطم في قلب الصومعه؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك هو انا بخلط في الصومعه؟ لا، الصومعه دي بخزن فيها الاسمنت اسمها سيمنت سايلو. ايه بقى علاقه السيجريجيشن بالكلام ده؟ خلاص يبقى معلش، ده اسمنت باخده بحطه بعد كده على الميكسر. خلاص ماشي شكرا. سيمنت شود بي سيمنت ستورج شود بي تايملي بلاند، زي ما قلت قبل كده الاسمنت الجديد ما خدوش دلوقتي، ياخد الاسمنت القديم. سيمنت شود بي ريتستد افتر 6 مانثس، سوري 6 ويكس افتر ستورج اند ذن مانثلي. يفضل ال 6 مانثس دي 6 ويكس تخليها افري مانث، يعني ما ينفعش يا باشمهندس يكون عندك اسمنت طول عن شهر تستخدمه الا لما تعمل له ريتستنج. لازم يعني مش انت اختبرت اول ما جالك الموقع او جالك مصنع الخرسانه، لازم تختبره مره ثانيه لو مضى عليها شهر قبل ما تستخدمه. لكن طبعا خلينا اكلمك براكتيكال وايز في الحته دي، انت عشان تعمل اختبار على الاسمنت يا باشمهندس، الاختبارات الاسمنت بتقعد كام يوم عشان تطلع نتيجه؟ مقاومه الضغط مثلا تقعد كام يوم زي ما خدت الترم الاولاني؟ 7 ايام او 28. غلط، مين يقول تاني؟ 3 ايام. كم؟ 3 ايام. غلط، المواصفة كانت بتحطش كان 3 شهور. الاختبارات كانت بتقعد 3 شهور؟
اختبارات ضغط بتاع يومين يا دكتور و7 ايام؟ يومين. ايوه يومين او 10 يومين و10 و28 يوم. فاذا كده كده هستنى مقاومه الضغط النهائيه تطلع لي بعد كام يوم يا باشمهندسين؟ 28 يوم بتاعت الاسمنت. طب ايه ده؟ طب انا الاسمنت ده عدى عليه شهر، طب الحق اختبره. طب ده الاختبار عشان يطلع واقول نتيجه بعد 28 يوم فاينلي. طب انا كده الاسمنت بقاله شهرين، دخلنا في دايلما. عشان كده يا باشمهندس لو سمحت، لو سمحت الاسمنت لازم يكون خلال اسبوع خلصان، وظبط نفسك وظبط انتاجك وظبط معدل شغلك في الموقع بحيث الاسمنت ده عندك ما يقعدش اكتر من اسبوع 10 ايام بكتير، عشان ما تخش في سكه الدايلما دي ان انت تستنى شهر والاختبارات تطلع وهو اصلا بقى له شهر في الموقع، فاصبح بقى له شهرين فاصبح جاله رطوبه، هتخش في خسائر لا يعلم الله الا مداها. فخليك دايما في سيف سايد، ما تقعدش الاسمنت عندك اكتر من اسبوع. In all cases cement with a storage period more than 3 months اللي عدى عليه اكتر من 3 شهور انسى ان انت تستخدمه في اي خرسانه مسلحه او اي منشات خرسانيه، ده خلاص اترفض. فطبعا ده بيكون باد بلاننج بقى، واحد جاب 50 طن وهو مثلا عايز 5 طن وقعد جنبهم مش عارف يستخدمهم في ايه، ففاتوا فباظوا فخسروا. يعني الكلام ده ما بيحصلش مع مهندسين مصححين وعارفين بيستخدموا قد ايه ويوردوا قد ايه. الميه سهله فنجري نجري شويه فيها. وين دايركت ووتر سبلاي سورس ماي شرب مثلا، لو ماي شرب دي غالبا دي اللي بنستخدمها في المحطات او في الخلط، لو مش موجوده ووتر كود بي ستورد ان سيتبل سيل تانك، لازم تكون محميه من الحراره وما تسربش. The water pipes should be leak free، ما فيهاش تسرب. الحاجة السهلة بجري عليها بسرعة. In hot weather, water temperature is decreased by incorporating chilled water. في هتاخدوا كورس جزء يعني من كورس مع دكتور اسمه الأجواء الحارة. صب الخرسانة في الأجواء الحارة، يعني لما يكون الجو حار لازم تنزل درجة حرارة الخرسانة شوية، ومن أكفأ الوسائل عشان أنزل درجة حرارة الخرسانة هو تبريد المية. بالمية ببردها إزاي؟ كانوا زمان بيستخدموا تلج. لكن الحقيقه الحاجات الحديثه دلوقتي بتستخدم حاجه اسمها تشيلد ووتر. تشيلد ووتر بتستخدم حاجه اسمها تشيلر. ده تشيلر، والتشيلر ده مش لو ركزت فيه كده فكرته عامل زي الريداتير بتاع العربيات بتاعتنا بس ضخم جدا. الميه بتخش فيه تقوم داخله في اسطوانات او في البايب بتاعت التبريد، يقوم درجه حرارته تنزل طبعا جدا عن طريق التشيلر تشيلنج اكشن يعني او تشيلرنج ده، وتخش بعد كده يعني بتدخل تتبرد وبعدين تخش بعد كده على مصيد تانية، تخش على خزانات تستخدمها في الخلط بتاع الخرسانه. يبقى مخلط الخرسانه او مكونات الخرسانه بميه عاديه بستخدم فيها ميه تشيلد وودر عشان يقلل درجه حراره الخرسانه، وده مفيد جدا في الخرسانه اللي بتتصب في الاجواء الحاره او لما درجه الحراره تزيد عن ارقام معينه. بدا تشيلر فور سبلاينج تشيلد وودر عشان يصب في الاجواء الحاره. ولو لاحظت كده معلش شايف الصوره دي، الشروط دي فيها عربيه اللي هي تراك ميكسر، وتلاقي العربيه من بره محطوط عليها خيش. الكلام ده هتشوفه برده في الشوارع لو انت مركز. والخيش ده لو العربيه وهي خارجه من المصنع بيتصب بيتبل ميه، عشان طول ما العربيه ماشيه الحراره اللي جايه من بره عن طريق الشمس تساهم في بخر الميه اللي في الخيش، وما تتسربش الى حراره جوه الدرم او جوه الميكسر، وبالتالي درجه الحراره جوه الميكسر تزيد والخرسانه تتعرض لبعض المشاكل اللي هتتعرفها عليها في الدرس او الكورس على الاجواء الحاره. الادميكشرز هعمل ايه بسرعه؟ All storage recommendations stated in the data sheet should be followed. ال data sheet بتاع الادميكشر بتقول لك تخزنها قد ايه؟ شيلف لايف عمر افتراضي، تخزنها ازاي؟ لازم تتبعها. ومنها ان الادميكشرز ار ستورد ان اتس اوريجينال باكينجز اور تانكس، ممكن يا اما وهي جايه من المصنع بتيجي في عجوات بلاستيك كبيره كده، يمكن بعضكم شافها تلاقي هتشوفها دلوقتي في صوره، او تحطها في خزان بتاعك انت لوحدك، بس اهم حاجه تحميه من التعرض المباشر لاشعه الشمس زي حاجه بالشكل ده. ده الخزان اللي بيجي لك من شركه الاضافه. لو انت خارج كميه كبيره ما بتعرضلكش في شكايه، بتعرضلك في خزان شكل بالشكل ده. الخزان ده اللي بيجي لك تحطه بقى انت في اوعيه خاصه ليك في المصنع ده يعني، والاوعيه دي لازم تكون سيلد كويس، ولازم تكون محميه زي ما انت شايف كده من الشمس كويس. واللي بعيد ده هو الاسمنت السايلوز والعربيه اللي برده هي التراك ميكسر. ده شكل يوضح لك ازاي بخزن الاضافه بتاعتك، وطبعا بتتنقل من تحت الى عن طريق تيوبس زي ما انت شايف كده الى محطه الى الميكسر زي ما نشوف كمان شويه. الاجريجيت ازاي بخزن الاجريجيت؟ الاجريجيت من الحاجات المهمه جدا في التخزين لازم تاخد بالك منها. كورس اند فاين اجريجيتس شود بي ستورد سيبريتلي in such a way to be protected from contamination
with any harmful materials. يعني اول حاجه لازم تعرفها في الركام حضرتك الركام الكبير والركام الصغير لازم كل على حده يتخزن لوحده، دي اول قاعده. تاني حاجه لازم يتحمي من التلوث بالمواد الضاره زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اول قاعده حضرتك لازم السن واحد وسن اتنين والرمل لازم كل واحد يتخزن على حده، لازم الديفرنت تايبس اند ديفرنت سايزز حتى المقاسات المختلفه لازم تتخزن لوحدها. والعربيه يا باشمهندس لما بتجي لك من المصنع ما بتجيلكش سن واحد على سن اتنين، بيجي لك سن واحد لوحده عربيه وسن اتنين عربيه لوحده، مش لما يجوا لك بقى تروح راميهم على بعض في الموقع، لا لازم تخزن سن واحد لوحده وسن اتنين لوحده والرمل لوحده. Aggregate should be stored on hard base، يعني ارضيه خرسانيه او ارضيه ممهده، ما ينفعش احطه على تربه وحشه، لانك ببساطه يا باشمهندس لو حطيته على تربه سيئه اللودر وهو بياخد عشان يحطه بعد كده على اجريجيت بن زي ما شفنا في اول المحاضره خالص، هيروح واخد شويه رمله معاه وشويه طين معاه وشويه تراب معاه، يبقى الركام بتاعك مش كويس. يبقى لازم اخزنه على هارد بيز وذ جود رينج، هقول دلوقتي وذ ستورج نوت هاي ستورج هايت نوت مور ذان 2 مترز. الجود رينج ده عشان احيانا في بعض المحطات بيغسلوا الركام الكبير اللي هو السن، وعشان يتخلصوا من ميه الغسيل لازم الهارد بيز اللي تحت يكون فيها مجاري، والمجاري دي متوصله ببعض وفي الاخر لبره عشان تاخد ميه الغسيل وتوصلها ببعض وفي الاخر تترمي بره الهارد بيز عشان ما يفضلش ميه في الركام، اللي ببساطه لو الركام احتفظ بميته الخرسانه بعد كده تطلع بايظه لان المحتوى الوتر كونتنت تتاثر عن كميه الميه اللي انت حاططها اكوردنج تو ديزاين. والستورج ما يكونش اكبر من 2 متر، لان لو الكوم بتاع الركام زاد عن 2 متر ممكن بعض الركام الكبير طاقته الحركيه اكتر من الركام الصغير وبالتالي يجري، تلاقي تكون هنا ركام كبير اكتر من الركام الصغير وبالتالي يحصل المقاسات ما بقتش هوموجينيس ويحصل انفصال في المقاسات ما يكونش ريكومندد زي ما انت عايزه قبل كده. لازم واحنا بنخزن الركام هنتكلم بقى بالتفصيل عن ازاي تمينيمايز السيجريجيشن الانفصال الحبيبي، وازاي تمينيمايز حاجه اسمها اندر سايزد ماتيريال. معلش استحملوني بس هنخش في حاجه عمليه دلوقتي او حاجه في الشغل بقى. ازاي تمينيمايز السيجريجيشن وازاي تمينيمايز الاندر سايز ماتيريال. الكلام يا باشمهندس ما فيهوش حفظ خالص، في فهم. وانا عمري ما هسالك لو سمحت ستيت بريفلي وات تو بي كونسيدرد ان ستورنج اوف اجريت، ده كلام فاضي، ده كلام فاضي، عمره ما هتسال كده وعمري ما هشتغل اسف شغل دون كور كده. اعتقد انتوا اتعودتوا على الاسئله بتاعتي ان ما فيهاش حفظ، اتعشم هذا يعني الترم الاولاني شويه كيرفات ومساله، اللي فاهم فاهم واللي مش فاهم فاهم وخلصنا، ماليش دعوه انا ايه هي خواص خرسانه مسلطه وايه هي ظروف اللي مش عارف، الكلام ده كلام فاضي ما بتسالش فيه. بسال في حاجات تعتمد ان انت السلايدز دي فاهمها ولو في قانون هتحفظه، لكن مش هقول لك هاو تو ستور اجريجيت، هاو تو ستور سيمنت، هاو تو ستور مش هاو تو ترانسبورت مش عارف سيمنت، ده كلام فاضي عمري ما هسالك كده طبعا. عشان كده ما تشغلش نفسك وتمسك السلايد في البيت وتفضل تحفظ فيها، الكلام ده مش هيفيدك في حاجه، لازم تبقى فاهم ايه اللي جوه السلايد. anyway minimizing segregation and undersized material، ازاي تخزن الركام بطريقه تخلصك او تريحك من السيجريجيشن او تمينيمايز السيجريجيشن وتمينيمايز الاندرسايز. هنشوف يعني ايه الاندرسايز دلوقتي، لكن طبعا السيجريجيشن انت عارف ان هو خدت فكره عنه قبل كده، السيجريجيشن هو انفصال حبيبي، يعني تلاقي طبعا انت عارف ان الركام ليه جريدنج معين عن طريق اللي خدته مع دكتور ابراهيم في الترم الاولاني، الجريدنج ده لو مش موجود كل مقاس بنسبه معينه يبقى الركام ده غير صالح. فالسيجريجيشن هو عدم وجود المقاسات المختلفة للركام بالنسب المتعارف عليها في المواصفات، غير السيجريجيشن اللي بيحصل في الخرسانة. في انفصال حبيبي في الخرسانة ده قصة تانية. لكن انفصال حبيبي في الركام يعني إيه؟ يعني كل المقاسات مش موجودة بنسب معينة تحقق لك إن أقول على الركام ده ويل جريدد أو ليه ركام متدرج عشان يؤدي الخرسانة كده في الآخر. ازاي بقى اخزن بحيث الركام بتاعي يبقى متدرج او احافظ عليه متدرج واتلاشى او اتخلص من اندر سايز ماتيريال؟ different اول حاجه different sizes are stored and patched separately، ده من اهم واكفأ الوسائل اللي بتخلصك من السيجريجيشن او ان المقاسات تبقى موجوده بنسب بايظه، تلاقي ركام كبير قوي لوحده والركام المتوسط صغير وهكذا، انت عارف السن نفسه متدرج. لازم اول حاجه اخزن المقاسات المختلفه مع بعض. الموصف بتقول ايه؟ بيقول لك اي كومه ركام او اي تشوينه ركام او اي ستورج للركام لازم الماكسيمم سايز للركام الموجود ده على المينيمم سايز للركام الموجود ده اقل من او يساوي او لا يزيد عنه.
أربعة لو النومينال ماكسيمم سايز أقل من أو يساوي 25 مللي، أو اتنين لو النومينال ماكسيمم سايز أكبر من 25 مللي. يعني إيه الكلام ده بأرقام بسرعة عشان ما تتوهش مني؟ يعني لو أنا مشون ركام سن من أول 4 75 ل 19 مع بعض في تشوينة واحدة، هل الكلام ده كويس؟ هل الكلام ده صالح؟ طبقا للمواصفات بص هنعملها إزاي؟ الركام ده المقاس الاعتباري بتاعه كام؟ الأكبر 19. طب 19 دي أكبر وقليل من 25؟ أقل من 25، يبقى لازم أكبر مقاس على أصغر مقاس ما يزيدش عن 4. طب 19 على 4 75 تقريبا 4، يبقى التشوينة دي صح. طيب مثال تاني، ركام 19 مع 37 ونص، كل الركام ده متشابه مع بعض فيما ان بتوين، يعني هل ده تشوينه صح؟ المقاس الاعتباري الاكبر لهذا الركام كام؟ 37 ونص. 37 ونص اكبر ولا اقل من 25؟ اكبر من 25، يبقى اكبر مقاس على اصغر مقاس ما يزيدش عن 2، ما يزيدش عن 2 تقريبا اه صح. طب المثال ده انا مشون ركام من اول 19 لغايه 75 مللي، هل تشوينه دي صح؟ ال 75 مللي اكبر من 25 ولا من 25 اكبر من 25؟ يبقى اكبر واحد على اصغر واحد 2، ده بتاع فيه 3 و 4، يبقى التشوينه دي غلط. يبقى اول قاعده هتتبعها في تشويناتك عشان تفصل المقاسات، سوري، عشان تتجنب السيجريجيشن، ان المقاسات تبقى منفصله بما يتطلب مع هذه الارقام. تاني حاجه الاندر سايز، ايه الاندر سايز ماتيريال وبناء عليها هتعلم ازاي الاقي الاندر سايز دي. اندر سايز ماتيريال فور ا جيفن اجريجيت fraction is defined as material that will pass a sieve having an opening 5 or 6 of the nominal minimum size of each aggregate fraction. يعني ايه؟ يعني انا مثلا السن بتاعي المينيمم سايز بتاع السن كام؟ كركام كبير 5 مللي مثلا. يبقى يا باشمهندس لو تواجد في هذا الركام سايز اقل من 5 على 6 من الخمسه دي، هذا الركام لابد ان يستبعد لانه بيسمى اندر سايزد ماتيريال وهيبوظ لك الميكس ديزاين. يبقى انت بتحط سن وكانك بتحط معاه رمله وانت مش داري وانت اصلا ضايف رمله قبل كده. وبالتالي الاندر سايزد ماتيريال دي لازم تو بي جيت ريد اوف، لازم اتخلص منها. ماشي؟ طب نتخلص منها ازاي؟ حاجه اسمها ريسكريننج، اعاده هز الركام. Rescreening the coarse aggregate as it is charged to the bin at the patch plant will effectively remove undesirable undersized material. ايه الكلام الكبير ده؟ بص معايا في الشكل ده. ده كروكي لحاجه هوريها لك دلوقتي في الحاله العمليه. ده كروكي للاجريجيت بنز، ادي البن بتاع اجريجيت 2 واجريجيت 5 واجريجيت 1، يعني مثلا سن 1 وسن 2، وادي الرمل جايه اهي، وادي الاسمنت جاي، وعايز بقى الريسكرين بتاع الكورس اجريجيت ده اعمله، يعني اطمن ان السن واحد ده ما فيش اصغر منه، واطمن ان المقاس بتاع سن اثنين ده هو فعلا سن اثنين ما يكونش جواه سن واحد. بنعمل ايه يا باشمهندس في السكريننج او ريسكرين اعاده الهز؟ بص كده، ده ايه ده؟ دبل ديك فايبريتنج سكرين. دبل ديك فايبريتنج سكرين، هزازات دبل، في هنا مقاس لمنخل وفي هنا مقاس لمنخل. المنخل ده اللي هيمر منه هنعتبره ويست. المنخل ده مقاسه 4 اللي هو 4.75، لان الاقل من 4.75 يا باشمهندس ده بالنسبه لنا مش سن، ده بالنسبه لنا رمل، فما ينفعش يجي معايا يخش لي هنا. فالمقاس ده 5 والمقاس ده عاده يا باشمهندس بيبقى من 12 ل 15 مللي، وبنهز السن اللي جاي لو جاي بصوره سن خليط، يعني بنهز السن اللي جاي في على الهزاز ده، يقوم اللي هينفد من منخل 12 ويتحجز على منخل او 15 ويتحجز على منخل 5، ده بالنسبه لي الحدود بتاعه سن واحد، يبقى عن طريق الهز يتنقل كده يخش على سن واحد، واللي بيتحجز على منخل 12 او 15 يتنقل عن طريق الهز الى هنا يخش سن 2. يبقى انا حافظت على ان اللي داخل لي هنا هو فين سن واحد فعلا ما فيهوش رمل، وان اللي داخل لي هنا هو سن 2 فعلا ما فيهوش سن واحد. يبقى انا عملت اوبتمايزيشن للركام عن طريق سكريننج وفصلت المقاسات، وبالتالي ما حصلش مصطلح حبايبي، وبالتالي يعتبر الكميات اللي واخدها من سن واحد هو سن واحد فعلا، واللي واخدها من سن 2 هو سن 2 فعلا، فالميكس ديزاين في الاخر يطلع مظبوط او الخلطه تطلع مطابقه للميكس ديزاين. الكلام ده فين في الحاله العمليه؟ بص بقى يا سيدي،
الشكل اللي انت شايفه ده من احد المحطات طبعا اللي مش هقولها عشان ما يبقاش دعايه، اللي بيحصل فيها كورس اجريجيت ريسكريننج. الكونتينر ده او الكومبارتمنت ده اللودر بيخش يروح حاطط فيها السن، يروح منقول عن طريق البلت كونفير ده الى السكريننج دي. السكرين اشوفها، هنشوفها من زاويه ثانيه دلوقتي بس بشرح لك اللي بيحصل لها. دي مهزه سن من نوع واحد بس، سن واحد او سن اثنين، يعني في المحطه دي شغاله بسن واحد، يعني في مهزه سن واحد وفي مهزه من ناحيه ثانيه بسن اثنين. فالسن اللي داخل ده سن واحد، مش احنا قلنا المورد بيجيب سن واحد؟ لو انت عايز يعني سن واحد منفصل وسن اثنين منفصل ده العادي يعني، ده الديفولت. اللودر جاب سن واحد، السير طلعه على السكريننج بتاع ريسكريننج بتاع سن واحد، يعني هنا في مدخل تقريبا 4.75 او 5 تسنين للكلام يعني. الهزاز يشتغل المنخل يشتغل اندر فيبريشن. اللي هينزل من الهزاز ده هو اللي هاخده؟ لا يا باشمهندس، اللي هينزل من الهزاز ده ده تبع الرمله ما يدخلش معايا، مش ده السن واحد. اللي هينزل من الهزاز هنا يعني مش اللي هيعبر من الهزاز هو اللي هاخده، لكن اللي هيتحجز على الهزاز عن طريق الهزه هيتنقل الى سير تاني، هو ده اللي هيتنقل عن طريق هذا السير، وهو ده الاسمنت اللي مشونه. شايف؟ هو ده، اسف، السن اللي مشونه اللي هشونه بعد كده، وتلاقي اللودر خد منه وادى الميكسر او ادى البن. نشوف صوره تانية عشان اوضح اكتر. اهي بص يا باشمهندس، ده السن زي ما جه، سن واحد زي ما جه، يتنقل الى الريسكريننج اندر فابريشن، ادي السوست فابريشن، و المنخل ده اللي هيتحجز عليه هو الاكبر من منخل خمسة، يبقى ده اللي هيمر هنا على السير ده، يروح وديه هناك يطلع للسن اللي انت شفته. واللي هيترمي ده بص بودره 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 وشويه سن صغير لا يندرج تحت مسمى سن واحد، يبقى ده ما باخدوش جيت ريد اوف، بتخلص منه، بيستخدم بقى في اي اغراض ثانيه مش خرسانه بتاعتي. واللي باخده هو المحجوز على المنخل ده، وبخش بالبلت كونفير ده على مكان التشوينه، وده اللي بستخدمه بعد كده في الخرسانه بتاعتي. ده شكل بس المكنه دي مش شغاله في المحطه دي للدبل سكريننج. في شايف لو بعينك جابت كده فيها هزاز فوق، او في منخل فوق وفي منخل تحت، منخل فوق ومنخل تحت، والمنخل اللي فوق متصل بسير والمنخل اللي تحت متصل بسير، وبينزل من هنا حاجات. ده منخل 5 وده منخل 15، وبحط الركام بتاعي هنا. اللي يتحجز على منهم 15 ده سن 2 يتنقل عن طريق السير لمكان تشوين سن 2، واللي يمر من 15 ويتحجز على 5 ده سن 1 يتنقل عن طريق السير لمكان تشوين سن 1، واللي يمر من 5 ده مش سن تبع اصلا شويه بودره بيستخدموه في حاجات ثانيه غير الخرسانه المسلحه بتاعتهم. ده شكل السن اللي خارج بعد ما اتعمل له ريسكرين. طبعا شكله واضح ان هو ويل جريدد وحلو جدا، معظمه سن واحد يعني مقاسه متدرج من حوالي 5 لحوالي 12 13 بكتير 14 مللي، عشان كده كاتب تحتيها كورس اجريت ريسكريننج او الريزلتنج اجريت من عمليه ريسكرين. طبعا شكله احسن كتير من انه لما جالك زي ما هو من المصنع يعني. انكوركت ميثود اوف ستوك بايلنج اللي هي التخزين اجريتس كود كوز سجريشن اند بريكج. بعض طرق التخزين ممكن تسبب لك ان الركام بتاعك يحصل له بريكج ويحصل له سيجريجيشن. زي ايه؟ الطريقه دي عباره عن عربيات السن جايه لك، فبتقلب العربيه بتاعتك هنا او بتاعتها هنا، وانت بتاخدها عن طريق كرين او عن طريق حاجه ان انت بتشونهم في مكان اكتر عشان العربيه لما تيجي تنقل تحت رجليها وهكذا. ده سيكونس. طب السيكونس ده افضل ولا السيكونس ده؟ بص على السيكونس ده بتاعي ده، سوري التاني ده، ده تشوينة سن، والعربية كل ما تيجي تطلع برامب كده تروح طالعة هنا وقلب السن كده. الكلام ده ممكن تشوفه على فكرة، والعربية تيجي تروح طالعة برامب على كل ده سن، والعربية ترمي هنا. طبعا الكلام ده كله مشاكل، كله مشاكل ليه؟ لأن العربيات وهي طالعة وهي خارجة عمالة تهرس في السن، عمالة تكسره وعمالة تحوله لمواد ناعمة. تاني حاجة العربية اللي بتقلب دي تقلب ركام من مسافة كبيرة. مسافة كبيرة يعني بيحصل طاقة حركية، تلاقي حبيبات السن الكبير نزلت بسرعة وبعدين حبيبات السن الصغير، تلاقي الركام حصل له سجريجيشن، لكن هنا طاقة الحركة مش كبيرة والعربيات ما بتدوسش على السن، وبنقله بعد كده جرادولي إلى المكان اللي أنا عايزه، وبالتالي ما يحصلش انفصال حركي. عشان كده مكتوب هنا بريفيرابل وهنا اوبجكشنبل، ما ينفعش يبقى في الشكل ده في الموقع عندك. من الحاجات التانية اللي بتسبب سجريجيشن أو بريكج إن السير لما يجي ينقل لمكان التشوين ينقل من ارتفاع كبير ما يكون فيه من غير ما يكون فيه بروتكشن من الويند، زي هنا كده الويند هنا بيخش يروح
زي السن الصغير او الحبوبات الصغيره بعيد، والسن الكبير يجي هنا تلاقي الركام مش متجانس، سيبريشن او سيجريجيشن. لكن لما تحط زي حاجه تحمي الركام من الويند شويه ينزل لك متجانس حوالين مكان التشويب بتاعك. عشان كده ساعات طبعا دي ريرلي ما نشوفها، لما مضطرين نشوي من ارتفاع عالي ساعات بنستخدم حاجه اسمها روك لادر او سلم يعني للسن، انه ما ينزلش مره واحده كده والهواء يخبطه، ينزل عن طريق سلم كده جرادولي، وبحيث طاقه الحركه بتاعته بتتكسر وانت ماشي بتقل، ينزل كله سموثلي مع بعض وويل جريدد وما يحصلوش انفصال حبي. تاني حاجه او يعني الرقم كام بقى في البريفنت بتاع السجريجيشن او انت مينيمال سجريجيشن او الاحتياطات في التشوين، بريفنت اوفرلاب اوف ذا ديفرنت سايزز باي سيتو وولز. الكلام ده هتشوفه في المحطه مصوره لكم، ان الرمل لوحده حيطه والسن لوحده حيطه، ممكن تلاقي كمان فيه سن اتنين لوحده في حيطه يعني، وهكذا. لازم المقاسات المختلفه تبقى متشونه منفصله ومتغطيه عشان احميها من الشمس عشان درجه حرارته ما تزيدش، واحمي من المطر عشان ما تخلوش ميه undesired وبالتالي اثر على كميه الميه اللي في الخلطه. الاحتياط اللي بعد كده كلي لامس، ما تحفظش الكلام ده يا باشمهندس، الكلام ده هتدخله جواك هتهضمه هتفهمه مش للحفظ. كلي لامس تكتلات الطين او كور الطين كان يوجوال بي ريموفد فروم فايل اجريجيت باي بليسنج ا سيوتابل سكرين او منخل اوفر ذا باتش بلانت بين. دي البنز انا مصورها لك بتاعت الركام، هتلاقي دايما هنا وهنا وبالذات هنا في شبكه بتضمن ان الرمل بتاعك احيانا يا باشمهندس، لو انت حضرتك شفت كان احد مواقع الرمل ده بيكون بيتغلغله كتل صخر كده، كتل طين، كتل طفله، كتل حجر مش مطلوب انها تتواجد في الرمل وهتضر الخرسانه وتضر الخلط وكله، فبيحطوا هنا شبكه جوه. انت مش شايفها طبعا تحت فوق هنا البن، عشان الرمل لما ينزل ويتنخل على المدخل ده ما يتنقلش المواد الكبيره ده الحجم دي جوه البن وبالتالي على الميزان وبالتالي على الخرسانه. عشان كده نعمل سكرين فوق الرمل بالذات يعني. دي طريقه افكتيف قوي برده في احد المحطات، ما بيعتمدش بس على السكرين اللي في البن، بيعتمد كمان ان الرمل بتاعه يحميه من المواد الثقيله دي بطريقه افضل يعني، ما يستناش يروح لغايه البن. عمل ايه؟ عمل زي السكرين بس الكونسبت عكس السن. يعني ايه؟ ركز معايا كده يا باشمهندس. ده الرمل الغشيم، هسميه كده رمل غشيم يعني، جاي من المحجر او جاي من العربيه، قلبته وبرضه نقله في كونتينر، والكونتينر من سير، والسير نقله في الهزاز ده. الهزاز ده 4.75، مدخل هنا 4.75. اللي هيمر بقى يا باشمهندس من 4.75 بقى المره دي هو اللي عايزه ولا هو اللي مش عايزه؟ لا، ده اللي هيمر هو الرمل، واللي هيتحجز ده زلط ولا كتل كبيره انا مش عايزها. وبالتالي اللي هيمر هو اللي هاخده وهحطه هشونه زي ما انت شايف كده، واللي هيطلع من السير ده او هيطلع من الهزاز ده شويه كسر حجر جاش حاجات مش هي طبعا الرمل بتاعي. او بشكل تاني او الصوره من وجهه اخرى، اهي ادي الرمل الغشيم داخل اهو، اتنقل على السكرين. السكرين دي اللي فوق السكرين قبل كده كنت باخده عشان انا كنت باخد السن وكنت بنخل سن، لكن دلوقتي بنخل رمله، فاللي هيمر من 4.75 هو الرمل اهو، يروح جاي هنا اهو، يتنقل على السير، يروح السير جاي كده ناقل على مكان التشوينات بتاع الرمل، واللي جاي من الهزاز اللي فوق الهزاز ده مواد كبيره اللي انت شايفها دي عباره عن الكسر بقى الزلط والحجر الكبير ده اللي بتخلص منه، وبالتالي ضمنت تماما ان الرمل اللي جاي بتاعي ده رمل نظيف ما فيهوش الاشكال اللي حضرتك شايفها دي، اسف ما فيهوش الاشكال اللي حضرتك شايفها دي، التكتلات والزلط والكلام ده هتشوفه في عده مواقع لو انت نزلتها هتلاقي الرمل فيه الكلام ده. المحطه دي جميله انها بتتبع اسلوب السكرين ده للرمل، وبتاخد الرمل الاقل من المقاس المعين وبتتخلص من الكتل الاكبر من المقاس المعين. Keep storage pins as full as practical to minimize breakage and changes in grading as material are withdrawn. يعني لازم لو سمحت البنز دي اللي انت شفتها قبل كده دايما تخليها مليانه، عشان لو مش مليانه وهي بتنزل ممكن الركام يمشي مسافه كبيره معينه وبالتالي طاقه الحركه تفرق كتير، فالركام الكبير ينزل الاول وبالتالي تبقى نوت ويل جريدد يعني. تاني حاجه ديبوزيت ماتيريالز ان تو بينز فيرتيكالي اند دايركتلي اوفر ذا بين اوتليت. ما ينفعش السير او انت بتحط في البين تحط على جنب كده، على جنب كده يروح دايما يا باشمهندس حاول اخلي طاقه الحركه يونيفورم. المشكله بتحصل فين؟ لما تدي فرصه الركام يتحرك مسافه كبيره بسرعه معينه يوم طاقه الحركه تختلف من حبه لاخرى، فتلاقي الركام كبير هنا والركام صغير هنا ما بيبقاش فول جريد. لكن لو انت نزلته فيرتيكالي اباف ذا سنتر اوف ذا بين تلاقي الركام ويل جريد.
سوري